مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. الناس بس تدخل اللايف واشوف اي ارقام تظهر على الشاشه وهبدا معاكم على طول. داخله النهارده بدري اهو. الناس بس تدخل اللايف عشان اعرف بس هو اصلا شغال معاكم ولا لا، لان الفيسبوك بيقعد شويه كده على ما بيدخل على اللايف. اي ارقام تظهر يا جماعه؟ ايوه هيبدا. انا عايز الشاشه ايوه اهو بدات الناس تدخل. طيب تمام، يعني في مؤشرات في ناس بتدخل اهي. تمام، علشان بس اللايف يكون شغال معاكم. طيب عشان بس مش عايز اضيع وقتكم كمان، انا اتفاجئت امبارح ان الأستاذة شيرين كامل والأستاذ المحترم الوقور مجدي تدرس كانوا عاملين حلقة عليا أنا وزوجي امبارح، والحلقة كانت بعنوان ابحث معنا عن نيفيل جيرجس. ابحث معنا، يعني أنا كنت مخطوفة ولا حاجة؟ ابحث معنا. الموضوع العنوان كده يا جماعة، لدرجة إن الناس كانت بتقول لهم في التعليقات هي نيفيل مخطوفة؟ فهم كانوا كاتبين كده ابحث معنا عن نيفيل جيرجس. ده كان عنوان الحلقه اللي هم كانوا عاملينها امبارح عشان بس الناس تدخل ويشوفوا هم بيقولوا ايه والكلام ده. فالعنوان يعني بيشد، عارفين يعني شد العنوان ده، فيدخلوا يشوفوا ايه الموضوع يعني. انا ما كنتش مخطوفه ولا حاجه، انا كويسه وبخير. الحلقه كانت ساعتين الا ربع تقريبا، يعني داخله في الساعتين، وقعدوا يتكلموا بطريقة يعني الأستاذ مجدي تدرس مش عارفة، يعني أنت صعبت عليا امبارح صراحة، فقدت أعصابك، شتمت كتير جدا، كل قاموس الشتايم قلتها امبارح. أنا استغربت بصراحة. اللي خلاني أستغرب أكتر إن حضرتك بتشتم وبعدين تقول آية من الكتاب المقدس. فأنا قلت دونت ميكس، يعني حضرتك بتشتم ازاي وبعدين تقول آية من الكتاب المقدس ازاي؟ انت حضرتك انهي واحد فيهم؟ يعني انا كنت مستغرباك امبارح، ازاي كنت بتشتم وبعدين تقول آيات من الكتاب المقدس؟ يعني الموضوع كان مريب. طب هو ليه ده كله حضرتك؟ طب ما ترد عليا الحجة بالحجة. انا مش ممنعة خالص انك ترد عليا، يعني رد عليا زي ما انت عايز، بس ليه تنمر عليا انا وزوجي؟ وليه السخريه؟ تنمر وسخريه وقله ادب وشتايم وحاجات كتيره جدا. ايه يا جماعه اللي حصل ده؟ ليه ده كله؟ الموضوع ابسط مما تتخيل يا استاذ مجدي. الموضوع كان بسيط جدا. ليه فقدت اعصابك امبارح؟ وليه كنت في حاله ووشك كان احمر قوي وكنت بقى عصبي ودول مش عارفه ايه وانا هوريهم وانا وانا وانا؟ احنا هنسمع حاجات كتيره دلوقتي النهارده. بس انا قبل ما ادخل في البث المباشر عايزين نسمع شويه حاجات. من هو الاستاذ مجدي تدرس؟ لمن لا يعرفه، هو بنفسه بالصوت والصوره يعترف ان هو كان هربان من مصر من سنه 2009 وكان عليه احكام وهرب عن طريق السودان. مش انا اللي قلت ده، هو اللي قال. يعني انا اول مره اسمع، يعني انا ما اعرفش حاجه عنك اساسا، يعني انا حضرتك كشخصيه انا ما اعرفكش، يعني كشخصيا انا ما اعرفش من هو مجدي تدرس، ما اعرفوش يعني كاسما كمان، كاسما كمان انا ما اعرفش حضرتك خالص. بس انا تابعت شويه فيديوهات على السوشيال ميديا وعرفت حضرتك بتقول عن نفسك ايه، فانت كنت بتعرف نفسك للناس، حكايتك ايه، فقلت ان انا كنت هربان وكان عندي احكام، كان عليا احكام، كان عليا احكام في مصر وهربت عن طريق السودان، واحد هربني كان عايز ياخد مني فلوس. نسمع يا جماعه بالصوت والصوره من هو الاستاذ مجدي تدرس. احكي لك انا استخدمت السلطان ده في ايه وطلعت بيه ايه؟ انت تزعلني؟ انا عايز اقول لك كان احكام وصيني والدنيا بايظه وخلاص. انا جيت في وقت من الاوقات انا ما كنتش لاقي حته انام فيها في مصر، لان هم عايزين يعرفوا انا من الاخر اروح لمين ويقويني اعرف عنده علشان يفوتوا عليه. انت واخد بالك؟ وكان في الوقت ده الكلام ده كان في 2009 اخر 2009
كنت متفق مع حد اللي هياخدني يوديني السودان يهربني يوديني على السودان، وكان هياخد مبلغ كبير. اسمي موجود مش معروف، ده انا بقيت يعني ايه شويه لو ماشي جنبي. لا لو جيت ماشي جنب حسني مبارك هقول لك مين اللي ماشي مع مجدي. ومروح وكده، فالشخص اللي هيوصلني وكده. ده الاستاذ مجدي تدرس يعترف على الهوا ان هو كان عليه احكام في مصر. انا ما اعرفش كان عليه احكام ايه، ويطلع يقول لكم بقى كان عليه احكام ليه، وكان ليه هربان من مصر. يعني انت كنت طالع هربان من مصر وكان عليك احكام من عام 2009، يعني قبل ثوره يناير كمان. هو اللي قال كده. طيب تعالوا نشوف بقى الاستاذ مجدي تدرس افكاره ايه. هل افكار الاستاذ مجدي تدرس ارثوذكسيه ولا غير ارثوذكسيه؟ اتضح بعد اللي هتسمعوه دلوقتي ان افكار الاستاذ مجدي تدرس بروتستانتيه، كلها افكاره كلها بروتستانتيه، وبيشكك في ايه بقى، في التقليد الكنسي، في الاسرار المقدسه، الاسرار السبعه بتاعتنا. مش بيعترف بسر الكهنوت، مش بيعترف بسر الاعتراف، مش بيعترف بالاسرار السبعه اصلا. احنا بنقول لا خلاص بدون اسرار، لا هو بيقول لك الكتاب المقدس وبس. احنا هنسمع دلوقتي من هو الاستاذ مجدي تدرس وافكاره ايه. وخلي بالكم يا جماعه ده مخترق كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، بيطلع على قناه الملحد باسم سام علشان يهاجم من على هذا المنبر كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه. انت مخترق كنيستنا يا استاذ مجدي، استحاله دي تكون افكار ارثوذكسيه، انت بعيد كل البعد عن الارثوذكسيه. حضرتك يعني ليك افكار بروتستانتيه. وانا سمعت فيديو ليك وانت بتقول ده الانبا بشوي فصل الكاهن سنه علشان انا كنت خادم عنده. ما هو الانبا بشوي اكتشف ان ليك افكار بروتستانتيه، الانبا بشوي ما عندوش تهاون على طول. الانبا بشوي ما عندوش تهاون، اي خادم او اي كاهن ليه افكار غير ارثوذكسيه لان هيعصر الشعب، هيديله افكار خاطئه عن الايمان. فالانبا الانبا بشوي كان حريص كل الحرص، والبابا شنودة طبعا. تعالوا نشوف بقى الاستاذ مجدي تدرس كان بيقول ايه. ومروح وكده، فالشخص اللي هيوصلني وكده قام جاي بيقول يلا بينا، بس انا شايف في لمه كده قدام الصور خد بالك. قلت له يلا اعمل ايه، تعالى بس. فلقيت الراجل ده اللي هو الاخوان ده اللي كان عايز يديني بالقلم، كان ولد بيته واقف، فبيقول لي يا استاذ يا استاذ عايزك بس بكلمتين. قلت له تعالى. الثاني اللي معايا اللي هو صاحب الشركه انا خايف يشدني، بيقول لي لا لا ما تروحش الا يكون يضربك بسكينه ولا ما انت ما تضمنش الناس دي يعني عاملين زي الافاعي يعني. فقلت له لا انا ما بخافش تعالى بس. المهم رحت له قال لي انا عايز اسالك سؤال، انت ازاي ربطتني؟ انا كنت عايز ارفع ايدي واضربك بالقلم، ازاي ربطتني؟ ازاي ربطتني؟ فقلت له انا عندي سلطان وبس مش هظبطك، انا بكل بساطه يعني في سلطان عندنا وقعدت احكي معايا. يعني طول في عندنا سلطان اسمه الحل والربط. السلطان ده اتذكر في انجيل متى 16 في انجيل متى 18. قلت له اول مره هنعتبرها طبعا تفسيريا ان التلاميذ كانوا بذره الكنيسه، فاللي بقول لهم كده كل ما تحلوا له وكل ما تربطوا له ده لكل الكنيسه. بس اللي اتاكد في متى 18 لما كان بيتكلم بيقول كده ان اخطا اليك اخوك اذهب اليه واصطلح معه، وبعدين يكمل ويقول لك كمثل كالوثن والعشار، وبعدين يقول لك كل ما تربطه تكون مربوطه وكل ما تحلله. فلا السلطان ده ليا، بعد السلطان ده ليا، ما هو الاسلام ده السلطان ده ليا، السلطان ده ليا. يعني سلطان الحل والربط ده للكاهن بس، هو لم يؤمن بالكهنوت، سلطان الحل والربط للكهنوت فقط. وهو ربط ده يعني سلطان الحل والربط للكهنوت فقط، ده تبقى للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. لكن ده هو بيدي سلطان الحل والربط لنفسه، بيقول انا بدي سلطان، انا اللي بدي السلطان. مين حضرتك؟ وحضرتك كاهن؟ يعني انت مش معترف بالكهنوت، دي افكار بروتستانتيه، دي افكار بروتستانتيه. حضرتك مش معترف بالكهنوت اهو بالصوت والصوره يا جماعه. الاستاذ مجدي تدرس مش بيعترف بالكهنوت، بيقول انا اللي بدي السلطان الحل والربط. ده فكر بروتستانتي بحت، لان هم بيقولوا ان احنا ملوك وكهنه. البروتستانت بيقولوا كده، احنا ملوك وكهنه كلهم، اي حد من الشعب احنا ملوك وكهنه، اي حد هم اللي بيدوا سلطان الحل والربط. دي افكار بروتستانتيه.
تاني حاجة، تعالوا نكمل. الاسلام ده للاسف الشديد، وانا هفضل كده يعني، انا كده مش بستاني، انا بقول الحقيقه. الاسلام ده في كل دول العالم الاسلاميه، كل دول العالم الاسلاميه بيحميه وزاره العدل، وزاره الداخليه، الجيش، والارهابيين، والاربعه ارهابيين. وزاره العدل والجيش والداخليه والارهابيين كلهم ارهابيين. يعني الجيش ارهابي يا استاذ مجدي تدرس، وزارة العدل إرهابية يا أستاذ مجدي تدرس، وإحنا كمان بنرفض الإهانة والإساءة لأي دين آخر، للدين الإسلامي طبعا، إحنا بنحترم كل الأديان، زي ما أنت بترفض الإهانة والإساءة لدينك، أنا برفض الإهانة والإساءة للدين الآخر، دي حاجة يعني منطقية وطبيعية جدا، إحنا مع حرية الأديان وضد الإساءة والإهانة لأي دين. أنت كده بتعمل فتنة طائفية وأنت خارج مصر. انت بقى بتشعل الدنيا ولا لا؟ بتقول على وزارة العدل والجيش ارهابيين، نسمعها تاني، نسمعها تاني، وزارة العدل والجيش ارهابيين، نسمعها تاني. العالم الاسلامي، كل دول العالم الاسلامية بيحميه وزارة العدل، وزارة الداخلية، الجيش، والارهابيين، والاربعة ارهابيين. والاربعة الاسلام ده في كل دول العالم الاسلامية، كل دول العالم الاسلامية بيحميه وزارة العدل، وزارة الداخلية، الجيش، والارهابيين، والاربعة الارهابيين. ياه، تعبير صادم يا استاذ مجدي تدرس، كل كلمة محسوبة عليك ما دام طلعت في الاعلام حضرتك. انت بتقول ان وزارة العدل، وزارة الداخلية، الجيش، اتهمتهم كلهم انهم ارهابيين. طب حضرتك لما من بره مصر والطالب هنا بقى بيعترف الاستاذ مجدي بالصوت والصوره ايضا ان 95% من حالات خطف البنات رجعت، وبعد كمان ايه الاشهار الاسلامي، يعني حتى البنت بعد اشهار اسلامها بترجع. فبيقول لي امبارح لا ده الامن مش هو اللي بيرجعها، ده هي اللي بترجع لوحدها. هي اللي بترجع لوحدها ازاي بقى يا استاذ مجدي؟ انهي منطق وانهي عقل يقول هذا؟ يعني فين العقل وفين المنطق؟ ما هم الامن اللي بيرجعوا البنات، هم هيرجعوا لوحدهم برضو؟ مش هم كانوا مخطوفين ولا هيرجعوا هيفكوا بقى اسرهم كده لوحدهم؟ مش هم كانوا مخطوفين برضو؟ فهيرجعوا لوحدهم ولا الامن هو اللي بيرجع؟ مش انت بتقول بقى عناصر مسلحه مش عارفه ايه والكلام ده في مكان بقى ما حدش بيقدر يدخل حتى المكان عشان ياخد البنت؟ طب مين اللي بيرجع البنت؟ هترجع بقى وفي الاجواء دي كلها ترجع كده لوحدها، وفي ظل الظروف المحيطة اللي بيها دي كلها هترجع كده سوبر هيرو البنت؟ البنت بقى ايه، خارقة؟ البنت عندها قوة خارقة هتطلع من الشباك دي كلها وتهرب منهم وترجع لأسرتها، ولا الأمن هو اللي بيرجعها يا أستاذ مجدي؟ بنتكلم كلام بالعقل. نكمل، تعالوا بس نسمع الحتة دي. احنا وصلنا كده ليه؟ ليه بقى الكنيسة تسرب ليها تعليم وتسرب ليها وضع معين، تخلي الكنيسه تخلينا هي من التدين، تبقى انت حضرتك كده لازم نخضع ومعلش اصبر وربنا يعينك واهدى ويقطع عنكم قط وصابطون وقصص الهبش هبش. انا عايز اقول لك دي الرب يدافع عنكم، الرب يدافع عنكم وانتم صامتون، دي هبش. بيقول الايات دي هبش هبش، احنا عندنا ايات هبش، الكلام ربنا هبش. عيب يا استاذ مجدي، ليه كده؟ ليه؟ نكمل. انا عايز اقول لك بكل بساطه، حصل 7 ثورات في تاريخ التاريخ القبطي. انا عايز اقول لك اهو تاريخ الكنيسه. ايوه، اللي بوظهم الكنيسه، اللي بوظهم الكنيسه كان بتاع صلوة بكر وكده، الاستاذه نديمه صلوة، هتعرف ان اللي بوظ ثوره البشمولين خيانه من الكنيسه. ياه، خيانه من الكنيسه؟ يعني بيتهم كنيستنا القبطيه بالخيانه؟ ده احنا اكتر كنيسه وطنيه، اكتر كنيسه وطنيه على مر العصور دي كلها الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، وياما دفعت حاجات كتيره جدا، حتى في عهد الاخوان اكتر يعني اكتر كنيسه كنايسنا اتحرقت، كنايسنا القبطيه الارثوذكسيه 80 كنيسه 85 كنيسه اتحرقت في عهد الاخوان، يعني بندفع الثمن. كنيسه وطنيه، انت بتتهم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بالخيانه، وكنت عايزها تشارك في ثورات مسلحه؟
ياه ياه، ده تفكير الاستاذ مجدي تدرس. وانت هربت من مصر شيء من شيء شويه، ده كان افكارك ايه؟ نكمل. صوره البشوريين خيانه من تونس، اخر صوره فيهم كانت بتاعت الجنرال يعقوب حله. يعني انا عايز اقول لك الله تمحدته، الله انعم على الكل بالخلاص. والراجل البوذي اللي هو موجود في الهند، والراجل الهندوسي اللي موجود مش عارف فين، الناس دي كلها اسمها محطوطه في كافه الحياه لغايه اخر لحظه في عمره. أيوة. ساعه ما يغمض عينه بالموت لو ما قابلش الابن ليست له حياه. معايا؟ ده الكتاب اللي بيقول كده. لكن تقول لي طب لا ده بالاعمال، ليس بالاعمال. انت بالك؟ فالفكره بقى دي خليها عشان بس نخش. اعمال بدون ايمان ميت، لازم الاثنين يا فندم، الاعمال والايمان. لازم الاثنين، الاعمال والايمان. الاستاذ مجدي تدرس بيؤمن ببدعة الخلاص في لحظة وبدون أعمال. دي بدعة، دي بدعة اسمها بدعة الخلاص. عرفتوا بقى أن الأستاذ مجدي تدرس أفكاره كلها بروتستانتية بالصوت والصورة. جبتش حاجة معلش. دي بدعة بروتستانتية، بدعة الخلاص دي بدعة بروتستانتية. الكل بقى هيخلص يعني في لحظة. اؤمن يلا، اعمالك ايه بقى السابقه؟ لا مفيش، يلا ده انت يلا هتخلص يلا. البوذيين والمش عارفه مين والكلام اللي هو قاله ده. طيب نكمل. اتخيل في بيقولوا بقى الناس اللي اتبرعوا سياده عزيز ملك جرجس، انت ولك او سان جورج، الناس دي في اللحظه دي بتاعت الملكه دي اللي بقى امنت 3000 واحد، ولا واحد فيهم مارس السجن بالاسرى البيت. لان الاسرار دي يا حبيبي دي اصلا احنا خدناها في المسيح يسوع. احنا عندنا جوه مش بيعترف بالاسرار، انت بالك حاجه اسمها صلاحيات او تدبيرات او اسرار اتخذت بسر الصليب، انت بالك فين دولت؟ عشان كده النهارده احنا مش بنشكك في طقس الكنيسه ومصداقيتها، الكنيسه بتاعتنا على عيننا وراسنا، لكن في حاجات دخلت علينا مش بتاعتنا. ايه بقى الحاجات اللي دخلت علينا مش بتاعتنا؟ الاستاذ مجدي تدرس مش بيؤمن بالاسرار الكنيسه بتاعتنا. لا خلاص بدون اسرار. فين المعموديه يا فندم؟ فين المعموديه؟ ده المعموديه دي مهمه جدا. وسر التوبه والاعتراف، تعالى شوفوا بقى قال ايه على التوبه والاعتراف. ده انتوا يعني سر الاعتراف ده قال عليه حاجات كتيره جدا كارثيه يعني. دي افكار الاستاذ مجدي تدرس. حضرتك مخترق كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، ما تتحدثش باسمنا تاني، لو سمحت ابعد عن كنيستنا. حضرتك ليك افكار بروتستانتيه بحته. حضرتك بقى جاي تعمل ايه في كنيستنا؟ ما تقولش بقى انك ارثوذكسي بقى، ده انت افكارك كلها بروتستانتيه، ده انت بتقول انا عندي سلطان الحل والربط. انا اللي بملك السلطان ده. انا اللي بملك السلطان ده. طيب تعالوا نكمل. النهارده الاعتراف السري ده كان مين؟ او الاعتراف بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي، اللي في الاخر بياخد الاعتراف 1800 اعتراف على فلاشيه ويروح يطولها. 1800 اعتراف على فلاشه، يعني على فلاشيه فلاشه. بيقول ان الاب الكاهن بياخد اعترافات الناس ويحطها على فلاشه. ايه ده؟ ده معناه ايه؟ بيشكك الناس في سر الاعتراف وبيرعبهم منهم. يعني بيقول ايه الاب الكاهن؟ خلي بالكم ده بيسجل لكم، ده بيحط حاجتكم على فلاشه، ده مش عارفه ايه. عشان كده طلع عند قناه الملحد باسم سام ويتهم الكهنه الافاضل المحترمين بتوعنا بالتحرش وبالحاجات التانيه اللا اخلاقيه في سر الاعتراف. عرفتوا بقى ان هو بيطعن في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه مع باسم سام الملحد؟ ادي الاستاذ مجدي تدرس حقيقته ايه يا جماعه؟ حقيقته ايه؟ بيشكك في سر الاعتراف، ملوش لازمه. ده خلي بالك ده هيعمل لك حاجات. تعالوا نسمع بتاعت الفلاشايه دي تاني عشان تفهموها كويس. ده كان مين؟ اوكي؟ او الاعتراف بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي، اللي في الاخر بياخد الاعتراف 1800 اعتراف على فلاشايه ويروح يطولها. برضه مع كده اللي عايز يمارس سر الاعتراف، انا عارف ان 80% من الشعب القبطي بيمارس الاعتراف. الاستاذ مجدي تدرس جبت الاحصائيه دي منين يا فندم؟ 80% من الشعب القبطي مش بيمارس الاعتراف. الشعب القبطي فاهم وواعي جدا ان هو ما ينفعش يتناول الا لما يعترف عن الخطايا الاول، وعارف ده كويس. كنيستنا بتربي الاولاد في مدارس الاحد
من اول ما درس الاحد الطفل الصغير وهو عارف سر الاعتراف وعارف الخطيه معناها ايه وبيعترف عنها ازاي عشان يروح يتناول. امال هيتناول بدون استحقاق؟ هيروح يتناول من الاسرار المقدسه بدون استحقاق؟ لازم يكون مستحق لهذا التناول. طيب تعالوا برضو نكمل. انا فاهمني اوكي ان في حاجات كده في حاجات كده عايز يقول يعني لو حد عنده مشكله يعني يقول لك ان اخطا عليك اخوك معايا روح صالحه ماشي بعد ما ما رضاش يصالحني اروح ادعي الشيخ القديس انا اخد شيخ القديس يعني ايه؟ هنقول قسيس ماشي مفيش مشكله اقول لك كام فانا هقعد اقول لابونا اخويا انا ما اعرفش زعلان مني ليه ابونا وانا عايز اصالحه وكده وكمان فماشي كده احنا نفذنا الكتاب والدنيا جميله وكده اسمه ارشاد روحي انت واخد بالك لكن لما اقعد انا اقول بقى لا ده انا دلوقتي لو انا ما اعترفتش بالخطيه اللي انا عاملها وفي السر لابونا وابونا يديني تحليل ولو ما اعطانيش التحليل وفضلت فوق الخطيه ديت انت واخد بالك انا كده يبقى لو مت اروح بقى جهنم مفيش الكلام ده. بينكر يا جماعه لو انت ما اعترفتش بالخطايا بيقول لك لا ده انت ممكن ما تعترفش وربنا هيديك هتروح السما في الاخر مش هتروح جهنم زي ما انت متخيل. لا ما تعترفش بالخطايا ما تعترفش بيها ما تخافش مفيش عقوبة. يعني بينكر العقوبة هو بينكر العقوبة يبقى كده بيطعن في سر التوبة والاعتراف وبيطعن في سر الكهنوت وبيدي سلطان الحل والربط لنفسه. احنا عارفين ان سلطان الحل والربط ده الأب الكاهن. ايه يا جماعة اللي احنا بنسمعه ده؟ طبعا انتوا مش واخدين بالكم من اللي بتسمعوه. طبعا هو طلع على قناة باسم سامي الملحد وقعد بقى يرغي بالساعتين وبالثلاثة كل يوم معاه وكل يوم يقول أفكار مسمومة أفكار كلها غير أرثوذكسية بالمرة. يبقى أنت مش أرثوذكسي يا أستاذ مجدي، استحالة تكون أرثوذكسي. كل الأفكار والبدع والهرطقات اللي أنت بتقولها دي بتقول إنك بروتستانتي مش أرثوذكسي. تنكر كمان شفاعة القديسين. نكمل. من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع. يبدو اني عشان اتكلمت باحترام فالاستاذه اللي انتوا عارفين. ندخل بقى على موضوع الخطف بتاع امبارح. كتبوا عني عنوان حلقه ابحث معنا عني فين جرجس. ابحث معنا يعني هم بيبحثوا برضو. ابحث معنا عني فين جرجس وده كان عنوان الحلقه اللي كانوا عاملينها عليا امبارح وحاطين صورتي انا وزوجي وطبعا تم التشهير بينا على هذه القناه وحاطين صورنا وحاطين سخريه وتنمر وكل القاموس الشتايم قالوه امبارح فما تعرفوش يعني انتوا مين بالظبط. طب انا حضرتك انا قلت كلمتين كنت بتكلم عن مونيكا وجيه يوسف حلقه كنت بعملها عنها وبعد في نص الحلقه في الجزء الثاني فانا كنت جايبه بوست او عنوان حلقه برضه كان الاستاذ مجدي تدرس بيتهم النائب العام وبيتهم الداخليه بخطف مونيكا. قلت له هو في ايه العنوان المريب ده؟ هو في حاجه اسمها النائب العام والداخليه يخطفون مونيكا؟ كاتب كده بجد النائب العام والداخليه يخطفون مونيكا. فاستغربت فقلت جبت بقى الحالة السابقة اللي قبل منها على طول كريستين صلاح. قلت حضرتك كنت منزل صورة شاب ان هو كان خاطف بنت اللي هي كريستين وكريستين رجعت. اين الشاب ده بقى؟ ما تقبضش عليه ليه؟ مش هو كان حالة خطف؟ عندنا قانون في البلد يا فندم. احنا عندنا قانون في البلد وانتوا اتهمتوا واحد وانتوا بتقولوا ان هو جاب البنت من يعني مش هو خطفها يبقى البنت كانت عنده بقى. طيب ما تقبضش عليه ليه؟ يبقى انت كنت تتهم الامن بالخطف. فقلت الحاله دي الحاله كنت بتكلم على حاله كريستين لكن هو خد الكلام بتاعي بشكل عام وفسر الكلام على مزاجه وبيقول ان انا ما بقولش حالات خطف خالص. يا استاذ مجدي ما دام انت بتبحث وبتدور انت عملت مجهود جبار امبارح حضرتك والاستاذه شيرين كامل كنتوا تبحثوا بس تتعبوا كمان شويه وتشوفوا احنا اتكلمنا عن مريم وهيب ازاي
اتكلمنا عن سالي نسيم ازاي، عشرات الحلقات مش حلقه واحده، دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا كنا بنقول في نسبه، ما كناش بنقول ما فيش خالص، وكنا ردينا قبل كده على نيافه الانبا غبريال اسقف بني سويف وبالصوت والصوره يا استاذ مجدي، وكنا كمان كنا بننتقد كلام نيافه الانبا غبريال لما قال ما فيش حاجه اسمها خطف خالص، قلنا لا ممكن يكون فيه بس بنسبه صغيره، ده كلامنا متوثق بالصوت والصوره السنه اللي فاتت بس، فكنت تتعب شويه كنت تجيبها يعني. انا ما كنتش بعمم وكنتش بقول مفيش حالات خطف خالص، انا كنت بتكلم عن حاله كريستين. كونك انك مش فاهم دي مش مشكلتي انا، انك مش فاهم كلامي دي مشكلتي انا، دي مشكلتك انت، حضرتك مش فاهم الكلام دي مشكلتي انا، مشكلتك انت، انت عايز تقول للراي العام ان كل الحالات اللي بتختفي كلها خطف، مع ان باسم سام قال لك ده في بنات بتمشي بمزاجها وانت سكت، في بنات بتمشي بمزاجها وانت سكت، باسم سام قال لك لو البنت مشت وحبت واحد من الدين الاخر انا مع الحريه وهي حره تروح تتجوزه. طب يا استاذ مجدي ما انتفضتش ليه وما اتكلمتش ليه؟ ده بيقول لك البنت ماشيه بمزاجها اهو بالصوت والصوره، ما انتفضتش ليه؟ سمعت منه الكلام يعني وسكت؟ يا استاذ مجدي انت انفعلت امبارح زياده عن اللزوم، انا كنت مصدومه، هو مين ده؟ انا اول مره اشوف شخصيه غريبه كده بصراحه. حضرتك تطلع في الميديا وفي الاعلام يبقى حضرتك مسؤول مسؤوليه كامله عن كل كلمه بتقولها، المفروض تكون قدوه انك بتمسك كمان الكتاب المقدس وبتقول ايات منه. ازاي اشتم واقول ايه، اشتم واقول ايه، اشتم؟ انا كنت امبارح، هو مين ده؟ هو في ايه؟ ده كانت حلقه مسخره، الناس قالوا لي في التعليقات حلقه كانت مسخره، كانوا قاعدين يضحكوا، هما دول مين دول؟ بيقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ بجد انتوا بتقولوا ايه؟ وكويس انك وشاهد شاهد من اهلها، انت قلت حتى ان الاستاذ جرجس بشرى لتاريخ مشرف، انت اللي قلته، هو انت عايز تقول ان هو كان قبل كده ما كانش بيدافع او كان بيدافع وبعد كده بقاش يدافع؟ يا استاذ مجدي احنا ولا متلونين ولا حد بيبيع ويشتري فينا، ولا احنا تبع حد، ولا امين شرطه مشغلنا، ولا قرد بوزدري مشغلنا، ولا الكلام ده خالص خالص، ولو معاك حاجه طلعها لنا واتكلم بشكل محترم، اتكلم بالاسماء يا استاذ مجدي، انت طالع في الميديا في الاعلام مش طالع تهزر ولا تتهم الناس بالباطل، طالع خليك واثق من نفسك، انا بقول كذا انا بعمل كذا. يا جماعه يا جماعه يا جماعه كل واحد يعرف انت بتقول ايه وعليك ايه، لكن اللي كان بيحصل ده اسمه تهريج، انت جاي تهرج، اللي احنا سمعناه امبارح ده اسمه تهريج، انتوا كنتوا في حاله ارتباك، عارفين المرتبكين؟ انتوا كنتوا مرتبكين امبارح، احنا كنا شايفين لغه الجسد وطريقه الكلام، هنسمع لكم دلوقتي هما كانوا بيقولوا ايه بالظبط، تعالوا نكمل. اللي انا حطيت صورتها على البانر، اللي انا اسمها صورتها ما بتعرفش انها تتكلم بطريقه يعني حتى تنم على انها تعرف المسيح، حتى تنم انها تعرف عن المسيح. امال انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ ده انا مكسوفه لكم، ده انا مكسوفه لكم، مكسوفه اطلع البلاوي اللي انتوا قلتوها امبارح، مكسوفه صدقوني. يعني ده انا ما شتمتش لفظ في البث المباشر بتاعي، واحترمت الاستاذه شيرين وقلت لها اتكلمي براحتك عني واعملي اللي انت عايزاه كله، ما قلتلكيش لفظ واحد، هاتيلي لفظ واحد يا استاذه شيرين كامل شتمتك فيه في الحلقه بتاعت امبارح، هاتيلي لفظ واحد، انا بتحداكي على الهوا، بتحدى الاستاذه شيرين كامل والاستاذ مجدي تدرس يجيب لي لفظ واحد شتيمه قلتها عنك او عنه، بتحداكوا على الهوا، هاتولي لفظ واحد، او على قداسه البابا تودرس كمان، او على اي حد، او على اي حد، اصل هما طالعين امبارح بيقولوا احنا بنشتم البابا، بنشتمه؟ ده احنا بنقول قداسه البابا، ده في ناس بيقولوا البطرق ال 118 وفي ناس تانيه بيقولوا حاجات تانيه خالص، احنا عمرنا
هات لي لفظ واحد شتيمه على قداسه البابا او على اي انسان. ده مش اسلوبنا يا استاذ مجدي، احنا متربيين، احنا متربيين كويس قوي. عيب. حاله الارتباك اللي انت كنت فيها امبارح دي كانت باينه جدا. وهل دي اخلاق مسيحيه اللي انت قاعد تنادي بيها وتقول ان انا ما ينفعش ودي مش اخلاقي؟ امال ده ايه اللي انت عملته امبارح ده ايه؟ دي كانت واصله من شتايم. نسمع يا جماعه عشان مش عايزه اطول عليكم. النهارده استاذ مجدي وعنده مجدي تدرس، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. استاذ مجدي عنده بعض الردود. اشرح لنا بس هي بتعمل كده ليه؟ هي بتعمل كده ليه يا استاذ مجدي؟ المهم بس حته صغيره كده، هي فعلا تايهه ويبدو فعلا انها تقريبا يعني امين شرطه. يعني ما بص، اولياء الله الصالحين ديت ليهم شياطين، ليهم عقارين، فممكن يلبسوا اي مواطن يعني. انت بالك عفريت لكل مواطن يعني، مش برجر. فهي لابسها عفريت امين شرطه من اولياء الله الصالحين في الامن الوطني. عفريت؟ انا لابسني عفريت يا جماعه، انا لابسني عفريت امين شرطه. هل ده كلام يا استاذ مجدي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لابسني عفريت امين شرطه؟ امين شرطه؟ وعفريت؟ بجد كانت حلقه مسخره. انا مش عارفه انت قلت الكلام ده ازاي بجد. لا والناس ايه؟ الناس قاعده تضحك. اصل اللي يقول لك ايه؟ اضرب كلمه امين شرطه، اضرب كلمه دخل، اضرب اي حاجه. وحد بيدور ورانا، يلا اضرب اضرب. اقول اي حاجه يا استاذ مجدي. انا طلعت لك وثائق بالصوت والصوره، طلع لي وثائق بالصوت والصوره عشان احترمك. احترمني احترمك. انما اللي انت عملته ده امبارح ده كان اسمه مسخره وقله ادب. عيب. حضرتك يعني راجل كبير في السن. انا مش هقدر اقول اكتر من كده، ربنا يسامحك. ده انا اخلاق مسيحيه بقى. اخلاق مسيحيه ومتربيه، هقول لك ربنا يسامحك. عشان انا زي بنتك. انا اي نعم عندي 40 سنه، معلش انت عندك كام سنه، بس انا عندي 40 سنه. انا بقول لك باخلاقي المسيحيه ربنا يسامحك. تعالوا نشوف بقى شتمني ازاي امبارح. تقريبا فهي بقى عايزه تبين بقى ولائها وعظمتها والدنيا وكم من ده. وبعد بقى هي فاكره بقى نفسها ان هي يعني ايه ست الكل والليه من ايام الكتيبه الطبيه وكده. وانا مش هتكلم في اي حاجه لان انا يعني انا مش من ايام الكتيبه الطبيه. انا ما اشتغلتش في ال ولا انا ولا جوزي في واحده اسمها نيفين جرجس تشابه اسماء، مش انا يا استاذ مجدي. نيفين جرجس بتاعه تراث الطريق لو انت تعرفها يعني، مش انا. وفضيحه كبيره ان هو يبدا بكذبه او اتهامات بدون دليل. ده انت حتى جايب اسم رباعي. نيفين جرجس اللي انت تقصدها مش انا خالص، ده تشابه اسماء. واحده بتشتغل في قناه الطريق اسمها جنبين جرجس، اكيد تعرفها. كانت بتشتغل مع الاستاذ هاني الجزيري برضو. روح اسالها قول لها انت اللي كنت بتشتغلي في الكتيبه تي بي ولا لا؟ انت ولا لا؟ هتقول لك هي. الله اعلم بقى هتقول لك ايه. لكن مش انا. انا عمري ما اشتغلت في مواقع الكترونيه ولا في جرايد ولا في الصحافه، ولا عمري قلت الكلام ده خالص. انا مش تبع حد. انا مش تبع حد يا استاذ مجدي، ولا اعرف حتى عمري في حياتي ما قابلت ابونا متياس نصر ولا ابونا فلوباتير عزيز، ولا اعرف اشكالهم ايه اصلا. ما اعرفهمش، عمري ما قابلتهم في حياتي. واسالهم عني، مش انت ليك كلام معاهم برضو؟ اسالهم يعني، اسال اي حد هل انا المقصوده ولا لا. عيب. هو انت بتقول معلومات مضلله للناس؟ هو اي نيفين جرجس كده وخلاص؟ مش متاكد الاول مين هي؟ مش متاكد. وجوزي كمان ما بيشتغلش في المجله دي ولا اشتغل فيها خالص. الكتيبه الطبيه دي ما اشتغلش فيها. ايه رايك بقى؟ مش نقول الاول معلومات كويسه؟ مش تتاكد الاول مين هي نيفين جرجس اللي اشتغلت معاهم هناك؟ مش انا يا سيدي. ده انت حتى قلت اسم الشهره بتاعي نيفين جرجس. ده انت حتى قلت اسم الشهره بتاعي نيفين جرجس. لكن مش انا. مش انا اشتغلت هنا خالص. وما اشتغلتش في اي موقع. ولا اشتغلت في الصحافة من الأساس، ولا عمري طلعت وقلت أنا كنت بشتغل في الصحافة من الأساس. فريح نفسك، ريح نفسك وخد معلومات صحيحة. أو أنا قلت حاجة بالصوت والصورة عشان يبقى ليك مصداقية لدى الناس.
عشان يبقى ليك مصداقية لدى الناس، ما تاخدش معلومات من شوية عيال، خلي عندك فريق كده محترم عشان يدور على المعلومة كويس. نكمل. حابب اطرح حاجة، يعني تقولي انا مش عارفة اصنبطها ومش عارفة بطيخة والكلام ده كله، يعني عشان من ساعة ما حطينا العنوان دون ناس كتير سألني ازاي استغلوا اسمه، استغلوا اسمه فورتشن باك الوطني اللي هي ذهنها. ما هو بص، في خطف وجداني زي ما بيقول الانبا، الانبا البشمهندس والانبا الدكتور، انت مبارك، في خطف وجداني وفي خطف مشاعري وفي خطف معايا، فهي بالمره بقى من ضمن اللي انت مبارك. بس انا اللي بقوله لبسها عفريت من اولياء الله الصالحين. عفريت لبسني عفريت، ولكن محتاجه يعني صبر. واضح واضح. يعني سهل طلع لنا عفريت دلوقتي، انت مبارك مش كده بس طلع لي العفريت، يلا طلع لي العفريت، انا عليا عفريت وهو هيطلعه لي. استاذ مجدي هيطلع لي العفريت، وضحكتي صفره وانا صفره وصرصوره ومليم من الرو ومش عارفه وايه، يا خبر يا خبر، وبكبرت طالع من البلاعات وقال سحليه ولا مش عارفه. النت راح. يعني بعتذر يا جماعه عشان النت عندي وحش جدا، بيروح ويجي، معلش. برضو قطع النور وقطع النت اليومين دول، لسه برضو الموضوع مستمر. طب نكمل. بس تجيب ازازه ميه او البرميل ميه وتحطه قدامها واحنا بنتكلم دلوقتي عشان يطلع لي عفريت. ومن غير فضايح، يعني ما تقلقيش مش هنطلع البطح من ايام ابونا مقدس نصر الله يديله طول العمر، يعني مليم من روح. ما طلعتش انا بقى، ما طلعتش انا بقى، ما طلعتش انا، واتاكد من المعلومه اللي بتجي لك كويس. مش انا خالص، مش انا خالص، يبقى انت اعلام مضلل وكاذب. الاستاذ مجدي تدرس اعلام مضلل وكاذب، بيتهم الناس بالباطل دون اي دليل، مفيش اي حاجه طلعها امبارح غير شويه اخبار وشويه فيديوهات. فين يا فندم اللي نسبته علينا؟ فين يا فندم؟ نكمل. مليم مضرو، انت بالك الشغل الاصفر ده، انا صدقيني قدام المسيح انا عمري في حياتي ما رديت لحد شتم، ولا انا ما عنديش مشكله في القصه دي، وده مش ده رد فعل. انا هقول لك احنا عملنا كده لان الكتاب نبه علينا، انت بالك نعمل ايه؟ ده بولس قال لي في النصوص حاجات كده هنقولها دلوقتي، لان دول عاملين زي الغرغرينه بعد عني جوه الكنيسه. دولت عاملين زي الغرغرينه جوه الكنيسه. انتوا طبعا هي انتوا اللي عاملين كده، مش احنا، انتوا اللي ده، انتوا اللي مخترقين كنايسنا. انت يا استاذ مجدي اللي مخترق كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، انت افكارك كلها بروتستانتيه، انت اللي عامل غرغرينا في كنيستنا مش احنا. احنا بنحافظ على ايمان هذه الكنيسه، الناس عارفه احنا بنقول ايه كويس، وبنوثق من قوانين الكنيسه ومن قوانين الاباء الرسل اللي انت مش معترف بيها، ومن المجامع المسكونيه ومن الكتاب المقدس ايضا، احنا ما بيجيبش حاجه من عندنا. والكاتب جرجس بشرى ايضا دارس كلية كليريكية. نكمل. وصلت بكده لما كتبت عن الارض ابو الزيري ده كان اساقفة. فالارض ابو الزيري ياه بيتهم الاساقفة بالارض ابو الزيري. بيشبه الاساقفة بالارض ابو الزيري. هي دي بقى اخلاق مسيحية يا استاذ مجدي تدرس؟ انت مين؟ انت مين؟ انت اكيد مش ارثوذكسي بقى. ما دام انت بتقول القرد ابو زديري على الاساقفه بتوعنا، هي دي الاخلاق؟ نكمل. صراصير بيلعب بيها، صراصير وبلعات، صراصير وبلعات، مدحت وممدوح محمود سالم وفلان وفلان، واللي احنا عاملين ايه؟ بنضحك بس. لا ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انتوا بتستهبلوا؟ هو فين الخطف ده يا جماعه؟ طب ما كريستينا اهو، وانتوا كتبتوا على الولد. انت عارفه بقى النرجسيه العاليه، انت مالك، والشخصيه الصفراء، والشغل بقى اللي بتاع الصفيحه والفضيحه والقصص ديت، رداح لا مؤاخذه يعني، بس لما بيبقى صرصار ورداحه ده بتبقى مشكله. فقد اعصابه امبارح. انا عارفه يعني، انا شفت صراصير بيضاء وصراصير بني، لكن كل الحلقه هي شتايم. مش هل انتوا مش فاهمين اللي انتوا بتعملوه؟ لا فاهمين، وده تخطيط، وتخطيط انا هقول لك التخطيط ده جه منين؟ لضرب الكنيسه من جوه. قول لنا يا سلام. انتوا ما سمعناش على حد اتقبض عليه، طب هو الامن هيقبض لك على الخاطف؟ طب ما ده امتى؟ طب هقول لك بقى دلوقتي المحروس كتب لك ايه؟ انت بالك اللي مش عارف يلم صرصارته. فالموضوع بكل بساطه عبط في هبل. احترم نفسك. احترم نفسك.
احترم نفسك. انا بس مش عايزه اتكلم عشان انت كبير في السن. انت عارف لو كنت واحد تاني، يعني انا مش عايزه اغلط فيك. انت فقدت كل حاجه امبارح، انت ما كنتش مدرك انت كنت بتقول ايه. انت كنت في حاله هياج، عارفين حاله الهياج؟ انت كنت كده امبارح، انت كنت مش مدرك انت بتقول ايه. هو انت عايز ايه بالظبط؟ كل ده عشان بقول لك بجاوبك على سؤال؟ كل الهيصه والفرح اللي انت عملته ده عشان بجاوبك على سؤال؟ ده انت مش طبيعي. اللي حصل امبارح ده مش طبيعي، ما كانش طبيعي. ولا السبوبه ضاعت منك؟ ولا عشان لما كشفناك للناس، احنا كشفناك للناس فاتجننت؟ لا ده انا السبوبه ضاعت مني. التبرعات، البيبال اللي احنا عاملينه على القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. البيبال يا جماعه تبرعوا لنا، مش الست شيرين امبارح قالت كده على وفي وسط الحلقه اتبرعوا لنا، احنا بنقبل التبرعات، قالت كده على طول هسمعها لكم. فايه بقى؟ احنا بنعمل زيكم كده؟ هل احنا عملنا انتساب للقناه ولا قبلنا تبرعات ولا خدنا فلوس من حد؟ مفيش الكلام ده. سبوبه التنصير واللجوء الديني يا استاذ مجدي تدرس ويا استاذ شيرين كامل، سبوبه التنصير واللجوء الديني. شغالين انتوا على الملف ده، وبيوهموا الناس البسطاء من الاقباط هنا الفقراء في مصر لو في حاله اي اختفاء يقولوا لهم ايه ده احنا بنتواصل مع وزير الداخليه وهنرجع لك بنتك. مين اللي متواصل مع وزير الداخليه؟ ده انت واحد هربان من بره مصر، ده انت واحد هربان. هو انت مش عارف تاريخك ايه؟ ده انت كان عليك احكام في مصر وهربان، انت متواصل مع وزير الداخليه عشان ترجع البنات؟ انت بتاخد فلوس منهم وبتضحك عليهم عشان ترجع البنات؟ انت بتعمل ايه بالظبط؟ انا والله اعلم بقى. انت بتوهمهم بايه؟ ليك علاقات هنا وانت اللي بترجع الناس؟ انت اللي بترجعهم باتصالاتك؟ اتصالات ايه بالظبط؟ اتصالات ايه وانت قايل ان انا هربان من مصر وكان عليا احكام من 2009 وهربان؟ قلت كده بلسانك بالصوت وصل. انا اللي قلت؟ انت اللي قلت؟ انا اللي قلت؟ ده انت. اتصالات ايه بقى اللي يعني واحد عليه احكام هيكلم وزير الداخليه؟ دي حاجه فوق المنطق، فوق المنطق. ازاي تهاجم الوزير والشرطه بالارهاب؟ ده انت قلت وزاره العدل ووزاره الداخليه ارهابيين، والجيش، وزاره العدل ووزاره الداخليه والجيش ارهابيين، الاربعه ارهابيين. ايه يا استاذ مجدي؟ بالصوت والصوره، والصوت والصوره ده اعتراف، اعتراف. الصوت والصوره ابلغ من اي كلام. سيبك بقى من البوستات، انا عايزه بقى صوت وصوره. سيبك من البوستات والاخبار والهجص اللي انتوا طلعتوه امبارح ده، انا عايز صوت وصوره. انا ما بحبش بقى الحاجات دي كلها، ابلغ من اي كلام. الصوت والصوره اللي بعده. الادب في شغل ده بيسموه الاحتراف الذاتي والتمرين البريء. وانا عملت حاجه؟ طب انا قلت حاجه يا جماعه. والمؤثرات الصوتيه بتاعت مليم مضرو انت الغريب، وضحكتين صفر على ضحكتين انت الغريب طول الحلقه كده يا جماعه. وانت بتتكلم على مين اللي بيستهبل؟ طب احنا هنوريك مين اللي بيستهبل دلوقتي. وريني. بيهزر الناس مننا. وريني. الامن هم اللي هو اللي بيرجع. انت ما طبعا الامن مرجع عليكي طبعا. ما عادي الامن مرجع عليا؟ تبع البكابورتات تحت. تبع البكابورتات؟ مرجع عليكي يعني مفيش مشكله خالص. ما تقول لنا اسم امين الشرطه ايه لو عندك الشجاعه؟ ما تقول لنا اسمه ايه؟ مين امين الشرطه اللي بيشغلنا؟ بيشغلنا؟ امين شرطه بيشغلنا؟ وواحد اردا بوزديري احنا وراه ومشغليننا؟ ده طلع اسقف؟ ما بيقول اساقفه اردا بوزديري. مين بقى الاردا بوزديري اللي انت بتقول عليه اسقف اللي هو مشغلنا؟ ولا مين هو امين الشرطه؟ قول اسماء يا فندم. طلع لنا اسماء على الهوا يا فندم بالدليل. انا اتحداك، اتحداك على الهوا تجيب لي اسم امين الشرطه اللي مشغلنا وتجيب لي اسم الاردا بوزديري اللي هو الاسقف اللي مشغلنا. عيب عليك، عيب عليك تقول على اسقف محترم من كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه الوطنيه ان هو تشبهه بالاردا بوزديري. ده انت اخلاقك زيرو، اخلاقك زيرو. بتتكلمش عن المسيحيه تاني خالص، ده انت كل البعد عن المسيحيه. لما تطلع تسخر من رجل دين تطلع تقول على اسقف اردا بوزديري، عيب، عيب. انت مش بتحترم الكهنوت، ما انت مش معترف بالكهنوت اصلا، هتحترمه ازاي؟ مش محترف بالاسرار الكنيسه. انت مخترق كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه بعد عننا. انت اتهمت الكنيسه القبطيه الوطنيه بالخيانه، دي لوحدها كارثه. اتهمت الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بالخيانه، دي لوحدها كارثه. احنا بقى
الآية اتعكست صح؟ بيسألني باسم، أستاذ باسم، أستاذ باسم بيسألني بيقول لي هو كم النسبة؟ قلت له بيرجع 95 مرات، بيرجع 95. البنت دي، البنت دي اللي معروفة القصص اللي شفناها كتير، إن تتخطف تقعد لها كام يوم، تتصور لها فيديو، يحصل مشكلة، بعد كده يا إما تروح معانا الأزهر تصير إسلامك، يا إما نفضحك، والموضوع ده هيتكرر. خلي بالكم في بنات بتروح بمزاجها، على فكرة احنا مش ضد ده. أيوة. في ناس بتعتقد مش ضد ده، مش ضد ده، في بنات يعني ممكن هو الأستاذ سام فيما معناه اللي ممكن البنت تحول من جين لجين عشان الجواز بس، مش عشان هي مقتنعه بالجين نفسه، لا عشان الجواز بس. ده معنى كلام الاستاذ باسم سام. والاستاذ مجدي تدرس بيسمع منه ساكت عايش موافق، وبيقول ان في بنات بتروح بمزاجها. طب الاستاذ مجدي تدرس بقى ما انتفضش ليه ضد كلام الاستاذ باسم سام؟ هيا استاذ مجدي تدرس، مش كنت تقول الاستاذ باسم سام لا بلدنا خط احمر لا وتنتفض كده قدامه، ولا تعمل مناضل؟ مناضل عليا انا بس، مناضل كده يا استاذ مجدي يعني نكمل. والله شاب عجبها مسلم اتجوزته، على فكره انا اؤيد ده واشجع ده، انا عندي حريه دينيه فوق اي حاجه. استاذ مجدي كم حاله من الحالات اللي زي كده اختفت، وبعد كده ظهر لها الفيديو الشهير اشهد ان لا اله الا الله ونعمل المهرجان. كم بنت حصل معاها كده؟ يعني بص هو مش بالكامل، لان انا بشكر ربنا يعني الحاله كلها تقريبا كده بنسبه 95% بيرجع، 95% بيرجع تقريبا كده بنسبه 95% بيرجع بس. دي ده مين يا استاذ مجدي تدرس؟ 95% من الحالات بترجع، هيرجعوا لوحدهم؟ هيرجعوا لوحدهم ولا الامن مشكورا اللي بيرجعهم؟ ما تجاوبني. 95% بيرجعوا، بيرجعوا ازاي حضرتك؟ مش انت بتقول لهم هم كانوا كلهم كانوا مخطوفين؟ كلهم كانوا مخطوفين؟ طيب البت عندها بقى قوه خارقه وهتهرب منهم بقى وهترجع لاهلها، ولا الامن هو اللي مشكورا بيرجعها؟ هيا استاذ مجدي مش نتكلم بالعقل، ولا مفيش عقل خالص؟ انت فقدت اعصابك امبارح، انا عذراك بس ده اكل عيش برضه، بس ميبقاش كده. انت ترد عليا بشكل محترم ارد عليك بشكل محترم، بس انا اخلاقي لا تسمح ان انا ارد عليك بنفس هذا المستوى. بصراحه ده مستوى تحت الصفر، وانا متربيه وبنت ناس يا استاذ مجدي، ربنا يسامحك. ده اخري، لان انا عندي اخلاق مسيحيه، وانت في سن والدي، انت في سن والدي، وانا اللي هديك درس في الاخلاق النهارده، ازاي تتعامل الحجه بالحجه. انا ما اشتمتكش وما جيتش جنبك ولا اهنت شخصك، لكن انت عملت عليا زي حفله كده امبارح، انت والشله بتوعك على في التعليقات، حفله علينا تنمر وسخريه ومش عارفه وايه وتهكم على شخصنا. هو ده بقى الاخلاق المسيحيه اللي انت بتعمل بيها؟ خدت حقك يعني بالبرتيتا اللي عملتها امبارح؟ هو ده يعني ده الشغل بتاعكم؟ ده شغلكم انتوا بقى؟ ده الشغل ها؟ عليا عفريت ها؟ عفريت؟ عليا عفريت؟ طب والله كويس، ما كنتش اعرف. الأستاذ مجدي تدرس اتهم البابا توادرس إن هو بيبيع لحم بناته في منشور. هبقى أقرأ لكم المنشور ده، افتكروني عشان أقرأه لكم. إمتى؟ لما كلمت حضرتك. لما ضغطنا، لما اتكلمنا، لما بعتنا وبعتنا يعني معالي الوزير وكلمناه والدنيا ديت. طب لو احنا ما بعتناش بيقول احنا بعتنا للوزير. انت بعت للوزير؟ ليك علاقات مع الوزير يعني في مصر؟ انت الشخص الهربان اللي من مصر ليك علاقات مع الوزير وبتكلمه وبيراسلك وكده، ولا بتوهم الناس بالكلام ده عشان سبوبه بتقول لهم انا اللي هجيب لكم البنات؟ طب ما تيجي مصر وتدافع عن القضيه القبطيه يا فندم، ما تيجي مصر كده وتعمل فيها مناضل شجاع كده من انت من مصر، مش من انت هربان. حضرتك هربان بره مصر، هربان وعليك احكام. طب ما تيجي كده تعمل فيها مناضل من جوه مصر، احنا اهو من جوه مصر وبنتكلم. ولما بيكون في حاله اختفاء بجد احنا بنتكلم، ولا مزايده علينا، انت بنفسك طلعت قد كده احنا كنا بنتكلم ازاي. لكن في الوقت الحالي لا، الامن فعلا بيرجع حالات كتيره جدا باعترافه ب 95%. يعني في عهد الرئيس السيسي بصراحه في نقله، في نقله. في العصور السابقه ما كانش كده خالص.
ولما بيكون في حاله راي عام كنا بنتكلم، مثلا نسيم احنا اتكلمنا اهو، احنا سبناها، احنا اتكلمنا في ده، انا عملت على 10 حلقات، انا اكتر واحده فيها اتكلمت. سالي طبعا في ناس من اول حلقه اتنين خلاص بطلوا كلام، انا 10 حلقات عملت لها 10 حلقات سالي، وفي ناس بتمشي بمزاجها. هنعمل ايه بقى؟ مش قصر ماشيه بمزاجي خلاص، نعمل ايه؟ ولا هتزود ولا هتنقص، خلاص هي حر، هي حره، كل واحد حر في اختيار عقيدته. دي علاقه ما بينك وما بين ربك، هو احنا هنجبرها يا ابني؟ مش هنجبر حد، هي حره. نكمل. ولا الموضوع بتاع عمل اسعد ما اتحركت فيه، انت واخد بالك والوقت اللي شغاله في القصه ديت محمد عبد المنعم كل حاجه يتهم فيها الامن. كانت بتتفاعل بالكليه قاعده ولا كانت بتطبخ لاخواتها صراصير؟ انت واخد بالك؟ الفكره ايه؟ ان الناس دي بتتغير بحسب اللون، عارفه زي السحالي كده ولا زي الحربيات. شايفين الالفاظ؟ الحربيات بتتلون في الوسط الاخضر تبقى اخضر، وفي الوسط اللي الاصفر تبقى اصفر. فهي النهارده صفر، فعشان كده الاصفر ده بقى احنا هنقول لك بقى مين بقى ايه اللي بيستهبل ومين اللي بيشعل، كان بيشعل الدنيا. ببساطه بولس الرسول لما بيجي بيكلم تيموثاوس بيقول له خلي بالك، بيقول اياته بيشتم، عامل زي الغرغرينه جوه الكنيسه، بيقول اياته يشتم، يعني الناس دي عامله زي الغرغرينه، عارف يبقى الراجل قاعد كده وكامل وكويس وتمام، ويبص لقى ورجليه ضربه وفي الاخر يقطع ويقطع. تاخد بالك؟ فالنوعيه دي معايا يعني الكلام ده في الرصاص الثانيه، صاحي اتنين افتح يا جرجس هتتوفى يلا عشان تطلع الوثائق اللي بتدني مجد ثابت المناوي. ها طلع يا بابا يلا يا حبيبي، تعالى بقى عشان هنعلمك درس النهارده، لازم هو اللي هيعلمنا وتسمع وتخضع، هو اللي هيعلمنا علشان تسمع وتخضع. لمين بالظبط؟ ليك انت؟ احنا نسمع ونخضع ليك انت؟ لا ده انت بتحلم بقى، ده انت بتحلم، انت شكلك كده خيالك كان واسع قوي امبارح. نسمع ونخضع ليك انت ولا ايه؟ احنا نسمع ونخضع لكلام ربنا بس، مفيش مخلوق على الارض نخضع ليه غير ربنا. ايه نسمع ونخضع ليك انت ولا ايه؟ مش فاهمه انا يعني. لا هو سرح خياله كان واسع امبارح، واسع تحس ان هو كان في حاجه كده مش مظبوطه امبارح، كان في حاجات مش مظبوطه امبارح عليهم هما الاثنين، هي نازله عليها فهم الله، وهو بقى اللي كان ايه كان سيبيني انا بقى عليها بقى، سيبيني الفجر فيها امبارح بقى، سيبيني انا اللي اتكلم بقى امبارح. كل ما تقول له بس يا استاذ مجدي استنى بس لما اطلع مش عارفه ايه، ولها لا سيبيني اتكلم الاول، كنت كويس تتخانقوا عليا امبارح. حافظ على تاريخك وما تبص نفسك بشغل الاصفر ده معايا يعني، هي لابسها بقى امين شرطه خليها للصالحين يطلع لابسها العفريت يطلع العفريت، بس في نفس الوقت ما تتجرش لحاجه خايبه زي كده وتبوظ تاريخك. انت من خطف ومش خطف، بتقول لك انا عمري ما شفت واحده اتخطفت، انا يا جماعه مالين من روح، انت واخد بالك؟ انا عمري ما شفت اساسا ليه؟ لان الكلام عبيط، عيب عيب تموتوا غرغرينا، عيب. احنا فتحنا انا كنت بتكلم عن حاله واحده، انت بتعمم ليه دلوقتي؟ هو انا عمري ما قلت مفيش حالات خطف خالص، هتهالي دي قبل كده. ده انا قلت في الحلقه كنت بتكلم عن حاله كريستين صلاح، ليه بتعمم؟ انا كنت بتكلم عن حاله واحده، عن حاله كريستين، وقلت مش انتوا بتقولوا ان هي كانت خطفت؟ فين بقى الخاطف؟ بس عن كريستين. هو انا قلت مفيش خالص؟ ده انا حاطه في القناه كلام البابا توادرس وهو بيتكلم عن خطف القاصرات، حاطه في القناه احنا نفسنا كنا عاملين الاستاذ جرجس بشرى كان عامل رساله مع مع الشيخ سالم عبد الجليل، وكان بيقول في عصابات بتعمل عصابات، وكان مسجلها معاه ونزلناها في الحلقه بتاعتنا. احنا طالبنا بعوده جلسات النصح والارشاد في حلقه مريم وهيب، انت هتزايد علينا احنا؟ انت هتزايد علينا؟ احنا قلنا فيه بس بنسبه قليله في العصر الحالي، نسبه قليله جدا، نسبة قليلة جدا في العصر الحالي، لكن قبل كده كان فيه وكنا بنتكلم بكل قوة. كذا وزديري، كذا قرد، بيلبسوهم السديري، اعجن عجنة الفلاحة دي اعجن عجنة الفلاحة. نفس الكلام اللي بقوله لكم الحتة. نمت العازب بينام نمت العازب. أنت فاهم؟ لكن أنت النهاردة تبص تاريخك هتجيب لي بشرى. طب خد بقى. تيموثاوس بولس بيقول له في رسالة تيموثاوس الثانية بيقول له كده. فكر في هذه الامور مناشدا قدام الله الا يتمحكوا، ويكمل كده يقول كده عدد 17 وكلماتهم ترعى كاكله. يشتم ويقول ايه من الكتاب المقدس؟ يشتم ويقول ايه؟ فتخيلي الناس دي عاملين زي الغرغرينه جوه جسد الكنيسه. طب ليه انت تستخدموه بدل ما انت تبقى عدو صالح جوه الكنيسه تتحول لغرغرينه؟ ويا عم مين اللي يستخدمنا يا استاذ مجدي؟ مين اللي بيستخدمنا؟ انت بتقول بيستخدموكم، بيستخدمونا في ايه بالظبط حضرتك؟
احنا بنتكلم على الكل. اي حد بيخطأ في التعليم بنرد عليه بشكل محترم، اي حد بيقول بدعة او هرطقة بنرد عليه بشكل محترم، الحجة بالحجة. احنا مش ضد حد اصلا ولا ضد البابا اساسا، احنا ضد الافكار اللي بيقولها، احنا ضد الافكار اللي بيقولها. لكن وقت العزل البابا، الحملات اللي كانت عاملة عزل البابا في 2014 وفي 2017 ولا في 2000 مش عارفه بكام، مرتين او ثلاثه، الاستاذ جرجس بشرى دفع عنه في مقالات ولا مزايده علينا، طلع دلوقتي تقول احنا بنهاجم البابا، احنا ساعه الجد اهو، احنا معاه. حملات العزل اللي هي بتاعه البابا، احنا مش بسلطتنا، احنا المجمع المقدس بقى، المجمع المقدس اللي ليه السلطه، مش احنا، مش الشعب اللي بيعزل واللي بيعمل، مجمع مقدس مش احنا يا فندم، ولا انت ما تعرفش الحته دي. لكن في بدع وهرطقات الشعب كله بينتفض، مش احنا بس، احنا مش موافقين على توحيد المعموديه، مش موافقين على الوحده المزيفه ما بين الكنائس. وحده ايه يا فندم؟ بدون وحده ايمان. الكنيسه الكاثوليكيه طلعت وثيقه كارثيه بتبيع جواز المثليين في الكنائس، كارثه. هنعمل معاهم وحده ازاي يا فندم؟ اللي عندهم كهنوت المراه وخلاص غير المؤمنين والمطهر وبلاوي زرقاء، هنتحد مع مين يا فندم؟ احنا ضد الوحده، ضد توحيد المعموديه، ضد وحده الاعياد. انتوا كنتوا بتقولوا ان احنا نتوحد في الاعياد، نتوحد ازاي بقى؟ نتوحد ازاي؟ الشعب كله بينتفض، اقباط المهجر وقفوا قدام البابا شخصيا وقالوا له لا، مش عشان شويه شوكليت هنغير عيد الميلاد بتاعنا. كل السوريان الارثوذكس وكله كله كله اتبعنا في الارثوذكس كلهم بيحتفلوا ب 7 يناير، احنا مش هنغير 7 يناير. قال لهم خلاص يا بنتي، خلاص انتوا اللي قلتوا، انا مش عايز حاجه. لما لقى الشعب كله انتفض، واحنا بنتكلم عشان خايفين على كنيستنا، مش بنتكلم عشان حد بيستغلنا. مين بقى اللي بيستغلنا؟ مجدي تدرس هو اللي لازم يعرف اللي انت اللي غرغرينا، انت اللي مختار كنيستنا، انت اللي غرغرينا، انت اللي بتشكك في الايمان الارثوذكسي، انت اللي بتشكك في الايمان الارثوذكسي. الاستاذ مجدي تدرس مش احنا، احنا عارفين احنا بنقول ايه كويس، لكن انت اللي مخترق، انت اللي بقى اللي غرغرينا. قول الكلام ده لنفسك مش لينا احنا. نكمل. الشغل اشتغل، انت دلوقتي خلاص عايز تمشي جوه الحيطه وتبقى خنفسه، خليك خنفسه في هدوء، ما تخليش حد يفضحك. ده كلام خنفسه ان انت تعمل الكلام دوت. وبعدين مين بقى مجدي تدرس اللي بنور الكنيسه والدوله؟ تعالى يا عم بقى نشوف مين اللي لا ثواني يا استاذ. فالمهم دي وصيه ان الناس اللي بترعى زي الغرغرينا كاكله جوه الكنيسه، غرغرينا كل شويه يقول غرغرينا، ما حددش اسمين، الذين زاغ عن الحق قائلين، وجايب لي بقى الايه الزواغات بتاعهم. يحكي لي عنهم كده دولت. نظام بقى ايه؟ محاكاه الكلام. ايه يا جماعه؟ انتوا تسيبوا لي يا جماعه؟ هو فقد اعصابهم بس. الضحكه الصفراء، الضحكه الخايبه بتاعت مارلين مونرو. في ايه؟ في ايه؟ ده منظر، ده احنا خلاص اتعودنا دلوقتي يطلعوا على السوشيال ميديا يعروا نفسهم، بس انت عريتي نفسك بطريقه وحشه. يا عيني يا حرام. انت كده بينتي العفريت اللي لابسك. يا عيني يا حرام. يا عيني. اللي لابسك دلوقتي متابع اسياد الامن الوطني، بس مش هم. مش رد يعني امين شرطه، امين شرطه، انت اخرك امين شرطه. انا شغال لك. المهم انتوا ناس في البلاله، ناس في البلاله بجد. يعني انا قعدت اشوف الساعتين، يعني ما كنتش قادره اكمل، بس عشان بس امسك الحاجات اللي كنت هتكلم فيها. حضرتك اللي غرغرينا مش احنا، انت اللي بتشكك في الايمان المسيحي الارثوذكسي، انت اللي مختارك كنيستنا. نكمل. لا لا انا استنى عشان بس في حاجات كتير عايز اكملها. برضه في رساله التمساوس الثانيه برضه يشتم الرسائل بعديها على طول، يتكلم كده على ناس يشتم ويقول ايه؟ يقول هؤلاء ايضا يقومون الحق. طب انت دلوقتي طالع تقدمنا عشان بنرجع بنات وبنقف وبنتحدى وبنقف نتحدى بوليس متورط. تعالى بقى هو مين اللي هددك؟ بنهدد مين يا فندم؟ بنهدد مين يا فندم؟ احنا جينا جاي ناحيتكم. ده انا سالتك سؤال، سالتك سؤال، مش انت بتقول ان كريستينا كانت مخطوفه وكنت حاطط صوره الواد اللي خاطفها؟ طب ليه ما تمش القبض عليه؟ بس دي كل الحكايه والشعلله والفرح اللي عملوه، وعايزين يستغلوا اسمنا عشان يعملوا علينا شويه حاجات ومشاهدات عندهم، بس مش بتشافهم معلش، ويقول بقى ايه اشتم شويه في الحلقه واعمل شعلله كده في الحلقه عشان اتشاف. ما هو هيتشافوا ازاي يا جماعه؟ هو اي هبل في عبط يتقال عشان يتشافوا يشتهروا على قفانا. ماشي يا شيدز، خدت حلقه يعني؟ ده انت وقعت فيها.
بينت اخلاقك للناس، انت بينت اخلاقك للناس، انت اللي وقعت، انت اللي وقعت. هو ده مستواكم الفكري؟ ده انتوا زيرو مستوى فكري، انتوا زيرو مستوى فكري، مفيش فكر. نكمل نسمع بس الشتايم اللي هو بيقولها. تعالى بقى عشان اوري لك التوثيق بتاعي. اوكي، علشان حضرتك بعد كده حافظ على شويه التاريخ اللي انت كنت بتعمله محترمين. الحمد لله احنا كنا عاملين تاريخ محترمين. شويه في 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 الاتحاد في بتاع ده الاعضاء المتحدون اخضر، لكن دلوقتي بقى اصفر. يا عيني اصفر ايه؟ حافظ على ما هو بكلمتك تتبرر وبكلامك تدان. قولي الكلام ده لنفسك. حافظ على لسانك، اقعد كده اقول لها لا ده حريصا على فهمك. وحط الجم لسانها والجم لسانك النهارده دي قضيه. الجم لسانك. هو انت عايزنا نتكلم بس بعيد عنكم، يعني اتكلموا براحتكم بس ما تجيبوش سيرتنا، هتبقوا حلوين قوي. تجيبوا سيرتنا اللي تبقوا وحشين. هنلجم مين ده اللي يلجم لسان مين يا فندم؟ مين ده اللي يلجم لسان مين يا فندم؟ شيبه. والقضيه دي اتكلم عنها كتير. انت النهارده مثلا انا بقالي في القصه دي من 82 وشفت بعيني بقى كل الانواع. تقول لي بقى ده خطف، ده تغرير، ده الهبل اللي انت كتبته ده، ولا تفرق معانا. ما هو لما نيجي نتكلم على خطف وتغرير وقصص ديت، ايوه، طب ما هو كلمه خطف غير مباشر، عن طريق الاستدراج، عن طريق التغرير، عن طريق الخداع، عن طريق الاغواء، عن طريق الضغط والاغراءات الماليه، عن طريق العاطفه، عن طريق الابتزاز، عن طريق الغصب، عن طريق كل ده اسمه خطف. انا في يوم الخطف الجديده دي اللي هي الصفرة اللي عندك، ما دي مخطوفه. انا مخطوفه يا جماعه، مخطوفه بقى مشاعريا وديها الصفرة. انا مخطوفه وما اعرفش. لا اتكلمي بس بأسف، خليكي مؤدبه دفع وبعدين ايه. طب انت شايف نفسك ايه بقى يا استاذ مجدي بالالفاظ دي كلها؟ انت بتقولي خليكي مؤدبه، طب انا اقول لك اقولها لك ازاي دي؟ خليك مؤدب. طب انا هات لي لفظ واحد قلته عليك قبل كده، شتيمه واحده، هات لي شتيمه واحده قلتها لك. ده انت قلت لي ضحكتك صفرة، صرصورة البلاعات، سحلية، مش عارفة ايه الصفرة، مليم مرلو، مش عارفة ايه تاني. قال لي تاني يا جماعة، يعني اكتبوا لي في التعليقات كده. قال لي تاني، يعني اكتبوا، اكتبوا عادي، اكتبوا، اكتبوا في التعليقات بجد مش بهزر. اكتبوا في التعليقات يا جماعة. لابسني عفريت وهو هيطلعهولي. امين شرطه مشغلني، لا القرد ابو الزيري مشغلني، لا مش عارفه مين عامل ايه، لا قرد ابو الزيري وامين شرطه. تحسوا ان اي كلام هبل في عبط بيتقال الزق والطع. اهو الناس اللي قدامي معايا ويلا الشله بتاعتي هتساندني وهتساعدني، شويه مش عارفه ايه مع بعض. وانتوا فاكرين ان الناس غبيه وهبله، يعني مش عارفين انت مين؟ واحد هربان من مصر وعليك احكام. تاريخك اهو، بتقول تاريخي، تاريخك اهو. ده غير بقى انك بتشكك في سر الكهنوت وفي سر الاعتراف، وبتقول انا ليا سلطان الحل والربط. ليه وانت ابا كاهن ولا حاجه؟ احنا ما نعرفش فين الحل والربط اللي بتعمله ده، فين السلطان اللي عليك ده؟ وبتقول ان احنا غرغرينا. امال انت ايه دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ ده انت مخترق كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، وبتقول 80% بيهربوا من سر الاعتراف. بتشكك في سر الاعتراف؟ بتطعن في سر الاعتراف؟ بتقول الناس بيحصل بلاوي في سر الاعتراف؟ بلاوي ايه بقى حضرتك؟ حد بيسجل فلاشات في سر الاعتراف؟ جبتها منين دي؟ كنيستنا ما فيهاش الكلام ده خالص. انت طالع تشوه كنيستنا من عند الواد الملحد. يعني بصراحه تاريخكم مشرف، وانت هتطلع عند مين صحيح؟ وانت تطلع عند مين؟ تطلع مين عدل؟ تطلع مين عدل؟ لو طلعت زايد علينا تقول احنا ما بيهمناش البنات اللي بتتخطف، احنا اول ناس بنتكلم، اول ناس بنتكلم من جوه مصر، مش هربانين زيك من بره مصر وبيتكلموا عاملين فيهم مناضلين. وابعتولي ده انا بكلم الوزير الداخليه، بتكلم وزير الداخليه ازاي وانت عليك احكام من مصر وهربان؟ تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ ده انت اللي قلت من 2009 انا هربان ولكن علي احكام. تيجي ازاي؟ انت ليك علاقات بقى وزير الداخليه وبتجيب لهم البنات؟ ولا دي سبوبه بقى؟ سبوبه صح؟ سبوبه. سبوبه التنصير وسبوبه التغيير بتاعه اللجوء الديني. نكمل. اللي مربي كده علشان يسلطهم على الناس يعني. انت نوع من البلطجه يعني. انت واخد بالك؟ لا اطلعوا اتكلموا بس بادب يعني. مش عارفه مين اللي يتكلم بقى بصراحه. بابا
مش عارفه بصراحه. هي كل ما تقول لك وصي قول يا فلان. هو الاستاذ رضي هو مش الاسحاق البابا يسجل جلسات المجمع المقدس دون علم من اساقفه وباب مكتبه. هو اتكلم عن الاستاذ ميشيل اسحاق، هو شاهد عيان على الاحداث يا فندم، كان شاب ماس البابا السابق وشاهد عيان على الاحداث. والاستاذ جرجس بشرى، وانا كمان عملت معاه حوار على فكره، احنا عملنا معاه حوار بالوثائق، كل كلمه كان بيقولها نقول له يا فندم ابعت لنا كذا، حط لنا كذا، قول كذا، كنت بتقول شفت ايه بعينك، شفت ايه بعينك، شفت ايه بعينك، لانه كان شاهد عيان على الاحداث. هو راجل كان عايش في الحته دي، كان بيشتغل الشغلانه دي، شمس البابا الخاص يعني، كان عايش الاجواء كلها، كان بيشوف بعينه. هو ده ما يعتبرش ايه دليل؟ وهو مسؤول عن كل كلمه هو بيقولها، واحنا ولا احنا قلنا له قول ايه وما تقولش ايه، هو يطلع ويقول لك يا فندم، هو يطلع ويقول لك يا فندم. ده كان حوار تاريخي فعلا، لانه كشف حاجات كتيره جدا كانت بتحصل في كنيسه الكابتن الارثوذكسيه. كان بيتكلم بقى عن السيده بربارة سليمان، عشان برضو نتكلم عليها عشان يبقى نخلص من الحاجات دي. نكتب على جوجل كده يا جماعه سيده الكاتدرائيه الاولى فيتو، ده خبر مكتوب في فيتو اهي، بربارة سليمان سيده الكاتدرائيه الاولى. خدوها سكرين شوت واقلبوا الصوره علشان تبان معاكم الكلام، خدوا سكرين شوت واقلبوا الصوره عشان هيجي معاكم الكلام. اكتبوا كده سيده الكاتدرائيه الاولى بربارة سليمان فيتو، الكلام ده موجود في موقع فيتو، مش احنا يا فندم اللي قلنا، مش احنا يا فندم. ثم احنا بنتساءل، الشعب كله بيتساءل، من هذه السيده اللي بتعلى كل المناصب في الكنيسه، ماسكه المكتب الفني للبابا، ماسكه سكرتاريه البابا، السفريات الخارجيه بتاعه البابا، بتقابل السفره مع البابا، لدرجه وزير خارجيه ايطاليا قابلته لوحده دون اي اسقف معاه. البابا كان تعبان ساعتها وهي اللي قابلته بمفردها. يبقى هي بقى ايه بقى يا حضرتك؟ ماسكه ايه في الكنيسه عشان تعمل ده كله؟ من حق الشعب يعرف ماسكه ايه في الكنيسه يا فندم. من حق الشعب، ماسكه كمان المشروعات. مشروعات الكنيسه كلها اللي ماسكاه، ماسكه يجي 8 مناصب، امراه واحده ماسكه 8 مناصب، من حق الشعب. احنا اتكلمنا في حاجات شخصيه، احنا قلنا عليها كلمه سيئه او اي حاجه عليها وحشه، احنا اتدخلنا في اي حاجه شخصيه، احنا قلنا من هذه السيده اللي بتعلى كل المناصب في كنيستنا، تعتلي كل المناصب اهي مكتوبه اهي، بربارة سليمان سيده الكاتدرائيه الاولى، هم اللي كاتبينها كده مش احنا. كريت فيتو، فيتو، اطلع وابحث ودور، اكتب على جوجل سيدة الكاتدرائية الأولى بربارة سليمان جريدة فيتو، ويطلع لك أول خبر يا فندم، واقراه وشوفوا عملت إيه مع الأنبا رفائيل والحرس بتاعه، لأن هي متحكمة في كل حاجة في الكنيسة، والكل يعلم بهذا يعني. فإحنا كنا بنقول هي في إيه يا جماعة؟ ليه ده كله؟ البابا شنودة كان منع حد، حتى لو كان في حد من السكرتارية بيكونوا مقرصات تصونات مقرصات، لكن تحضر كل المراسم الرسمية بتاعت البابا، وحتى مقابلة السفرة تحضر معاه، وحتى في غيابه هي اللي كانت بتحضر واستقبلت رئيس وزراء إيطاليا في مصر، ومعهاش ولا أسقف، هي بمفردها اللي قابلته مع اب كاهن، الموضوع كان كبير ومريب. هديها الحاجه دي مش طبيعيه في كنيستنا. من امتى يا فندم؟ لازم الاسقف يكون بلا لوم. من امتى يا فندم الكلام ده كان بيحصل في كنيستنا؟ من امتى ان احنا كنا بنشوف سكرتاريه نساء للبابا؟ ده كان بيقولوا ده عنده جي 45 واحده، ولا مش عارفه 45 واحد سكرتاريه بس، 45 ليه؟ يعملوا ايه ده كله؟ شغل بيشتغلوا، هي ممكن تمسك حاجه واحده حاجتين، ماسكه المكتب الفني، المشروعات، السكرتاريه، العلاقات العامه، العلاقات العامه في المجمع المقدس، مش عارفه ايه، السفريات للخارج، مقابله السفره، هي اللي بتحدد مين اللي يدخل للبابا ومين اللي ما يدخلش.
مين اللي هي اللي بتحدد لو اب كاهن يتنقل من مكان لمكان؟ هي اللي بتحدد. ولو في اسقف مش عارفه ايه هي اللي بتحدد برضو، هي اللي بتحدد كل حاجه. احنا بنتساءل ليه بقى، ليه ده كله؟ من حق الشعب يعرف من هذه السيده اللي بتعتلي كل المناصب. شخصيه واحده واخده 10 مناصب في الكنيسه، شخصيه واحده ماسكه 10 مناصب في الكنيسه، مين هي بقى السيده بربره سليمان؟ بس ده اللي قلناه، بس هي دي الجملتين اللي احنا قلناهم عنها، ولا نعرفها من الاساس ولا اي حاجه، ولا اي حاجه شخصيه تدخلنا فيها خالص. ما بنحبش اصلا نتكلم في حاجات شخصيه، مش دعوه بيها. وكنيستنا لا تؤمن بعصمه البابا، والبابا ليس فوق النقد دون تطاول او شتم. احنا بنتكلم بشكل منطقي، احنا بنسال سؤال، من هذه السيده اللي ماسكه 10 مناصب في الكنيسه؟ سيده القدرائيه الاولى، سيده الخضرائيه الاولى. رحت انتوا فهمتوا حاجات تانية، ده مشكلتكم انتوا مش بتفهموا، احنا مالنا؟ انتوا مش فاهمين القصد بتاعنا، انتوا مش معناش دعوه. كل واحد بقى بيفكر بخياله الواسع، احنا قلنا كلامنا والناس فاهمانا احنا بنقول ايه. انتوا بقى عايزين تسرحوا بخيالكم، انتوا حرين، ده مش ذنبنا احنا بقى. انتوا مش فاهمين، مش فاهمين احنا كلامنا احنا بنقول ايه، الناس فاهمه احنا عايزين نقول ايه. لكن دي مش سبه يعني، احنا ما قلناش سبه ولا حاجه، ولا اتدخلنا في حياه شخصيه اي حد. نكمل. شغاله اوكي. اللي انا بقوله بقى تملي، اللي اختشوا ماتوا. خلي الناس حتى يعني ما تبقاش كده يعني، روح لحد يعالجك انت وهي. السفار ده اللي موجود عند دكتور قوي ده معايا، ما ده البيئه اللي هم فيها، ما البكابورتات ده بيلاقوا فيها ايه؟ حاجات صفراء، هم صفروا منها، ما هو بيتلونوا بحسب البيئه المحيطه. انت تملي، انت ينفع تبوظ تاريخك يا جرجس يا بشرى وتمشي ورا الصفرة ديت؟ لماها يا عم في ايه؟ وخليك محترم. اسمع الحته دي. احنا مش هنقول البطاحات القديمه، احنا بنتكلم بقى اللي قدامنا دلوقتي. انت بالك احنا بنقول لك كل اللي انت عايزه. ايه هي بقى البطاحات القديمه؟ طلعها لنا يا فندم، طلع لنا. يعني انت لما تقعد تشتم في البابا، ده مش كده بس. فين بقى الشتايم بتاعت البابا دي؟ هاتها لنا يا فندم، ده احنا بنقول عليك قداسه البابا. هات لنا شتيمه واحده، ده انت اتهمت البابا توادرس في منشور ان هو بيبيع لحم بناته. مين بقى اللي بيهاجم البابا فينا؟ استنى ما اجيب لكم يا جماعه، استنوا ما اشوف المنشور ده عشان هو قال لي عليه. ثانية واحدة اجيب لكم المنشور عشان يعني عشان اجيب لكم هو كان كاتب ايه بالظبط. يا رب الاقيه اهي. دعوة يا ريت نبارك اهي. خدوا سكرين شوت للصورة واقلبوا الصورة، خدوها سكرين شوت دلوقتي، اعملوا كده سكرين شوت واقلبوا الصورة، هتلاقوا الكلام ظاهر عندكم بالمعدول مش متشقلب اهو. تمام كده. بيقول ايه بقى؟ دعوة يا ريت نبارك للمقدم احمد مدحت على ترقيه البابا له رتبه عقيد اثناء تقديم الشكر له على انتهاك عرضنا، انتهاك عرضنا. يعني بيتهم قداسه البابا طوارس الثاني ان هو بيسلم بناته او بينتهك بناته عشان رقى واحد مقدم. ادي ده مش اتهام صريح يا استاذ مجدي تدرس، ولا ده مش هو ده؟ ده مش اتهام صريح للبابا برضو؟ وانت اتهمت الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بانها خائنه؟ مين ده اللي بيهاجم دلوقتي، احنا ولا انت؟ انت بصوت والصوره يا راجل. طيب ايه تاني؟ بيقول ايه بقى؟ الفتنه الكبرى بمصر التي يقودها العقيد احمد مدحت كمال مسؤول عن ملف الاقباط باداره العباسيه الامن الوطني التابع لوزاره المصريه بالتكليف من السيسي. يعني بيتهم السيسي كمان يا جماعه. بيتهم السيسي، بيتهم السيسي اهو. ده منشور تاني، خدوها سكرين شوت واقلبوا الصفحه. خدوها سكرين شوت الصوره دي وقلبوها كده، هتلاقي الكلام اتعدل معاكم. انت مين بقى؟ واحنا لما بنقول بتشعل الدنيا من بره مصر وعايز تعمل فتنه من بره مصر، يبقى احنا كدابين؟ احنا بنفتري عليك؟ الذاكره الصينيه اللي نيحت وضعت اشعياء المقاري معاه، ما هو بيشفعوا بيه. ما هو لو بالك يقول لك قضيه اشعياء المقاري دي الحمد لله يعني مش هنتكلم فيها، مش هنتكلم فيها. عارفه كثره الكلام الذي لا تحكم، عماله برمج شغال شغل الاصفر والمؤثرات الصوتيه يا جماعه. ايه الراجل اتجنن امبارح؟ عقليات بلالين. انت اخبارك شغال؟ الراجل اتجنن امبارح. لم الدور شويه وانت عامل حاجه يعني شكل زنبلك، يعني عاملاه زنبلك. وبعدين لو الزنبلك عندها مضروب ولا كلام من ده، ابعتك عند حداد يعمل لها زنبلك محترم. شوف الالفاظ، شوف الاخلاق. عبط، مالكيش دعوه باباطل بهرجه علشان انت عريتي نفسك. يا عيني يا عيني. انت بقى لخيشه
وقلة الأدب. أنا بقولها لك بكل بساطة، غرغرينا علشان ضرب وحرق الكنيسة ذاتيا من جوه، معايا؟ أنا بقى اللي منور الكنيسة. طب تخيل إن بابا عمره ما شتمني بالطريقة دي، يعني بابا محترم وعمره ما شتمني، يعني لما بيكون في مثلا غلطت في حاجة عمره ما شتمني بالطريقة دي، يعني احنا متربيين الحمد لله، يعني حتى لما بنكون في حاجة عمره ما حد شتمني بالطريقة، عمره ما حد استجرى يشتمني بالطريقة دي. فأنا مش عايز مش عايزة مش عارفة أقول لك إيه، عشان بس أنا محترمة سنك فقط، أنا محترمة سنك فقط صدقني، غير كده كنت هقول كلام تاني خالص خالص، بس أنا محترمة سنك، وعشان أنا بنت ناس ومتربية مش هنزل مستواك، عشان أنا بنت ناس ومتربية مش هنزل مستواك، أنا محترمة سنك. كنت أتمنى يكون عندك فكر، وكنت أتمنى تكون متزن كده وراجل، مش تلقح عليا زي الستات على بوست وتقول صرصورة البلعات، ده تلقيح ستات حضرتك. الراجل يواجه ويواجه الحجة بالحجة، مش يقول كلام أهبل وعبيط، ده كلام أهبل، الكلام نفسه أهبل وعبيط الكلام. لكن حضرتك لك كل الاحترام مننا، حضرتك لك كل الاحترام، لكن كلامك الكلام اللي انت بتقوله ده كلام أهبل وعبيط. أنا ما شفتش أي حاجة يعني امبارح غير شتايم وتنمر وسخرية من شخصنا. هي دي تربيتك وأخلاقك يا أستاذ مجدي تدرس؟ ما تتكلمش بقى باسم المسيحية ولا يعني فين الأخلاق؟ ده المسيحية أخلاق، الدين أخلاق، الدين معاملات، الدين أخلاق. فين أخلاقك بقى؟ ده أنت طالع توعظ بالكتاب المقدس، طالع توعظ الناس بالكتاب المقدس وتشتم يا أستاذ مجدي. هبتك يا أستاذ مجدي، هبتك ووقارك عيب. خلي إنسان كده، الإنسان بشخصيته وبجرأته في مواجهة الحق، خلي كده عندك ثقة بالنفس. امبارح أنت كنت مهزوز، امبارح أنت كنت طالع أنت مش عارف كنت بتقول إيه، أنت امبارح كنت طالع مش عارف أنت كنت بتقول إيه، أهو أي كلام في أي هبل كنت بتقوله، أنت ما كنتش مدرك وكان باين عليك جدا. ده إيه ده معناه ده يا جماعة؟ هو إحنا جينا ناحيتكم؟ إحنا قلنا سؤال، كل ده عشان قلنا سؤال؟ نكمل معايا؟ قبل ما نقول الكنيسه بص 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 بيعمل بالحركات ازاي؟ وهرجع لك مراتك ما تقلقش، وهرجع لك مراتك معايا؟ وهطلع لها العفريت دلوقتي امين الشرطه اللي لابسها. في ايه؟ احنا وصلنا كده للحد دوت اسيب وكده يا عم انت خلاص حولت الخنفسه، خش جوه الحيطه وما تعملش زتونه. كفايه خليك خنفسه بس باحترام كده، احترم نفسك. لان في الاخر كده زي ما قال بولس لو حكمنا على انفسنا يشتم ويقول ايه؟ مش احنا حكمنا على ايه؟ طب حكم عليا انت معايا؟ تعالى انا اعلمها لك صح، تعالى اعمل لك كده احطك على جنب بتاع الصندوق الجربش اللي جنبي ده، وقعدك جنبي كده اللي انا برمي فيه الورق، وقعدك جنبي كده وايه مكان الصندوق هوسع لك يعني علي لك مكان معايا، بس سيبك من السفره خلي السفره في البيت اوكي. بس في الباب قال له لا تقول عليه هو لازال هو السلطه الروحيه للكنيسه. يا جماعه اسمعوا كليبات اهله، هذا الاصفر المتلون الحربايه عيب. انا بقى لا حربايه كبيره صرصار صرصار حربايه وصرصار اللي عادي بتاخد لون البيئه برضه ساعات انت واخد بالك. فغلط غلط مش كده وبس، لا انت واخد بالك نكشف الكاتب جرجس بشرى يكشف تزييف اجنده تزييف البابا للتاريخ الكنسي. سموا نفسهم لا شيرين بتقوله ده مش كاتب، لا هو كاتب واعلامي يا شيرين، يعني يا شيرين يعني امال انت بتقولي على نفسك ايه؟ انت بتقولي على نفسك اعلاميه ولا حقوقيه ولا بتقولي على نفسك ايه يا استاذه شيرين؟ عشان نعرف برضو. يعني هو بيقول لك ده كاتب، بيقول لك لا ده هو كاتب، انا عارف هو ده، عارف هو مين، هو عارف هو مين كويس مش هيستهبل يعني. طيب وهجومك على البابا والكنيسه كان ايه يا استاذه شيرين كامل؟ بس ماشي يا جرجس، يا جرجس يا بوش ده لصالح مين يا كتكوت؟ بص كتكوت معايا؟ كتكوت يا صرصاره يا صفر ده لصالح مين اللي بتعملوه ده؟ شفت بقى الغرغرينه فين؟ دي بقى دي الغرغرينه اللي كلمنا بولس الرسول فيها في تيموثاوس الثانيه، ده ولد الغرغرينه يقول كان كاكله. دي ناس اصلا شغاله ضد الكنيسه، ويقول لك مجدي تدرس انه نوح الكنيسه. معانا؟ طيب احنا كده دلوقتي يا جماعه طبعا يا طلعت لك يا جماعه ما تسمعوش، لا الراجل اللي فقد توازنه امبارح يا جماعه ما تسمعوش الناس دي الغرغرينه اللي احنا بنعملها ولا انت؟ لو حاطه سام سام في دماغها
وشغالة عليه برضه. الأستاذ سامي بيدافع عن نفسه، أنا برضه هو بيقول لك الأستاذ سامي دافع عن نفسه، خلاص بقى اسكتي اسكتي يا شيرين شوية بتغلطي اسكتي. هو بيقول لك اسكتي لما بتيجي تتكلمي بتلاقي لي الدنيا وعايز يقول لك اسكتي شوية. مش وقت سمسم دلوقتي، احنا في ايه ولا في ايه؟ عايز يقول لك كده يعني. هو خلاص الراجل شبهنا، راجل ملحد، هنقول بقى سمسم دلوقتي ما تصبري، عايز يقول لها اصبري. الراجل مش عارف يتكلم منك يا شيرين اصبري. الغرغرينه هو اللي من هو اللي من يهاجم الايمان الارثوذكسي. الغرغرينه دي عليك انت مش علينا احنا. احنا بنحافظ على ايمان كنيستنا يا استاذ مجدي، لو انت مش عارف غرغرينه يعني ايه احنا هنعرفها لك. الغرغرينه اللي انت مخترق كنيستنا، انت ليك افكار بروتستانتيه بالصوت والصوره. لا استنوا يا جماعه، في حته برضو لسه خمسة يعني لسه خمس دقايق. مش هجيبها اي حد، كل واحد حر في مش مهم. لا مش مهم. لا عندكم بقى انتوا ما تيجوا تتكلموا عن كنيستنا، لا نتكلم ونرد. ملناش دعوه بالحاجات التانيه بتتكلموا فيها، انتوا اصلا يعني لكم دماغ تانيه، ملناش دعوه بيكم. تيجوا ناحيه كنيستنا لا استوب. تيجوا ناحيه الاساقفه الامناء والاساقفه المحترمين اللي عندنا لا استوب، هنيجي ناحيتكم. هنتكلم عليكم. كل لما تيجوا ناحيه كنيستنا وتتهموا كنيستنا بحاجات مش موجوده وتتهموا الاساقفه اللي عندنا المحترمين وتوجبوهم بحاجات لا اخلاقيه هنقف لكم. هنقف لكم. تيجوا ناحيه كنيستنا خط احمر. الاباء الاساقفه المحترمين عندنا خط احمر. اتهام الكنيسه، ده انت اتهمت الكنيسه انت بتعمل خيانه، انت عايز اكتر من كده ايه؟ لا ده احنا نتفرج ونشوف ان احنا بنقول ايه ونرد عليكم، مش هنسكت. كنيستنا لا، ما تقولوش بقى ان انتوا تتمحكوا فينا وتقولوا ان انتوا ارثوذكس، انتوا بعيد عن الارثوذكسيه خالص. انتوا كده بعيد عن الارثوذكسيه، انتوا بس اطلعوا عند قناه الملحدين واقعدوا بقى هللوا معاهم. الناس اللي ما عندهمش اصلا مش بيؤمنوا بربنا اصلا. وانت فرحانه انك اتعلمتي من واحد ملحد يا استاذة شيرين كامل، ها؟ تقعدي كده تحت رجليه وتتعلمي منه. ولا نسيتي؟ نفكرك. فكنيستنا خط احمر. اباؤنا الاساقفه خط احمر. هتتكلموا بناء على ايه؟ انتوا مين بقى بتتكلموا بناء على مين؟ انتوا بقى بتتكلموا على بناء على ايه؟ لا لو شفناكم بتغلطوا في حاجتنا هنطلع نرد عليكم، مش هنسيبكم. مفيش حاجه اسمها مش عاجبكم ما تتفرجوش، لا انتوا جايين ناحيه حاجتنا بقى. اطالب المتنصرين وبتوع اللجوء الديني خلوا بالكم من المدعو مجدي تدرس، خلي بالكم من الراجل ده يا جماعه، خلي بالكم منه. هقول اكتر من كده وانتوا فاهمين بقى. احنا دي عرضت نفسها وكشفت حقيقه بتاع التمرير البريء. انت بالك اه الحرامي والصايع وقليل الادب والرداحه يلعبوا كده ايه اللعب بتاع السهنات ده، شغل البكابورتات. بالك فعيب عيب ان انتوا بتعملوا يا غرغرينا، فده عيب. الكتاب قال عليكم الراجل اتجنن امبارح، اتجنن رسمي بجد. ده اخرهم اللي مشغلهم امين شرطه ياما ولا دبلوماسي يعني. امين شرطه او دبلوماسي. وبيدفع القرد ابو زديل. وبيدفع القرد ابو زديل. احنا خلينا بقى نجيب بقى الاصفر الثاني جوزها. انت قبل الصفر بقى يعني طوالي من البلعات اللي طالعين طالعين عليهم كده، هو طلعها طلع لي كده ايه صفاره ابو شغبات، وطالع بقى عامل اخلاقكم تربيتكم. يا جماعه وصفاتكم زي ما حضراتكم شايفين الجس بيقطع علينا. لو سمحتم لايك وشير للفيديو، اشترك في القناه لو لسه مشتركش، لو حابب تساعدنا بان احنا نطور القناه عشان ما تحصلش الحاجات دي، عندك حساب الباي باي فوق وتقدر تطور معانا القناه. وشكرا لحضراتكم. عندك حساب الباي باي اللي عندك فوق عشان توري القناه. التبرعات ايوه يا جماعه، اللي بس هيقطع عليكم ايه؟ في حاجه اسمها البث بيقطع عليكم؟ بتتكلموا ناس مش فاهمه؟ ولا في بث بيقطع ولا حاجه؟ لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناه، وعندكم حساب البيبال اشتركوا فيه عشان تتبرعوا لنا للقناه، تبرعات للقناه، اهم حاجه الفلوس، التبرعات. انتوا امبارح تجلتوا باسمنا، اسمنا بس، الناس دخلت عشان احنا. الناس دخلت شافتكم امبارح عشان احنا، اسمنا احنا بس، اسمنا، اسمنا يكفي. الناس عارفه احنا مين. اسمنا بس حطيتوه كده دخلوا عشاننا. ها؟ تاجرتوا باسمنا امبارح. ماشي يلا حلقه. فرحتوا بيها امبارح يعني؟ يلا بحاجه ببلاش اهي. فرحتوا بيها يعني؟ الحلقه اللي عملتوها امبارح دي فرحتوا بيها ببلاش؟ يلا هديه مني ليكم. لكن المتاجره باسامينا تاني انا هتصرف تصرف تاني. وكل يوم هطلع لكم بالمنظر ده، واجيب لكم بقى الدفاتر بقى كلها القديمه بقى واطلع لكم انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ انتوا فاكرين الناس مش فاهمه حاجه؟
استنوا بقى كده اما اجيب لكم الحساب البي بال تاني عشان تسمعوه تاني. لو حابب تساعدنا بان احنا نطور القناه عشان ما تحصلش الحاجات دي، عندك حساب الباي بال فوق وتقدر تطور معانا قناه. وشكرا لحضراتكم. ايوه ده عيب، ده عيب، ويا ريت كل ايوه ده عيب. التبرعات دي عيب بقى، بتكلم على صدقه. التبرعات اللي انت بتعملوها دي عيب بقى، عيب. قولوا كلمه ربنا من غير تبرعات، قولوا اعملوا خدمه من غير فلوس، عيب. عيب يا استاذ مجدي، عيب يا استاذه شيرين. اعملي خدمه من غير فلوس، اعملوا خدمه من غير تبرعات. احنا بنقول لكم اهو اعملوا خدمه من غير تبرعات، تقدروا ولا كله بحسابه؟ احنا بقى بنعملها خدمه، احنا بنقف مع اي انسان مظلوم من غير ما ناخد مليم واحد من اي حد. وياما وقفنا مع ناس كتير، وياما وقفنا مع ناس كتير من غير ما ناخد مليم. ما شاء الله جرجس بشرى عنده علاقات كتيره، واي حد عايز مصدر من اي حته من اي صحفي كان بيديله اللي هو عايزه من غير اي مقابل، من غير اي مقابل، عشان احنا ناس محبوبين وعارفين الثقه اللي فينا، بيجوا عندنا عشان كده. ولا حد مشغلنا، ولا امين شرطه، ولا اردا بوزديري. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ده انتوا زيرو، ده مفيش ابيض عند في العقل هنا، ابيض زيرو، مفيش فكر، مفيش فكر. انت بتحفظ كلمتين بتحطهم في اي حته، يلا هنا وهنا وهنا، تطلع مع باسم سام، تطلع مع شيرين، تطلع مع مش عارفه مين، نفس الكلام اللي بتقوله هنا تقوله هنا، تقوله هنا. سبوبه حلوه بقى، اشتهرت. الراجل بقى بيطلع في القنوات اللي على اليوتيوب، بقيت يوتيوبر. ما انت تدرس بقى يوتيوبر اليومين دول يا جماعه. الراجل بقى عنده بيزنس، بقى بيطلع هنا ويطلع هنا ويطلع هنا، بقى عنده بيزنس يا جماعه. يلا هو انت يعني قاعد لوحدك بقى ولا بتعمل ايه؟ ولا يلا اقول كلمتين هنا وهنا، ولا الناس هبله وهي بتسمع؟ لا الناس عارفه كل حاجه، الناس عارفه كل حاجه. نكمل ايه تاني يا جماعه؟ مش عارفه اقول ايه تاني. اوكي احنا بنتكلم على ارواح شريره، ما اولياء الله الصالحين دول بتوع القطاع. امين الشرطه اللي لابسك النوبيل عم طلعه لك دلوقتي. امين الشرطه اللي لابسك، امين الشرطه ده من بيتك يعني. طول الحلقه، طول الحلقه فكر بهذه الامور، ارشدك قدام الرب الا يشتم الكلام، الامر غير النافع لشيء. يشتم ويقول انا بعدها يعني مش كده وبس. عدد 17 يقول كده: وكلماتهم ترعى كاكله غرغرينه. ماشي يا استاذ غرغرينه، انت والسفره حرمك. ف يعني انا مش بشتمك، انا بقول اللي اتقال. كل ده مش بشتمك، بيكم ان انتوا غرغرينه جوه. انا مش بشتمك، بيقول انا مش بشتمك. امال اللي انت قلته ده ايه؟ اضحكوا يا جماعه معايا، انا كنت هموت من الضحك. انا مش بشتمك، لا لا اوعى تحسب ان دي شتيمه، لا لا ده ضرب بس، ده مش شتيمه. الراجل فقد اعصابه امبارح، انا كنت امبارح مسخره. انا كنت بقوله وبيقول ده. ده مش اعلام، ده حاجه تانية خالص اللي احنا سمعناه امبارح. ده مش اعلام خالص، ده بعيد كل البعد عن الاعلام. مش عارفين اعلام يعني ايه، معلش يا جماعه انا عذراهم برضه. ده مش شتيمة، انا مش بشتم، انا مش بشتم يعمل كده، مش بشتم، لا 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 مش بشتم. اوعوا تفهموني غلط. طيب انا مقدره حالتك يا استاذ، معلش بقى يا جماعه حبه جد بقى، عشان الراجل بقى يعني احسن كفايه عليه كده، يعني كفايه كده. اشكرك جدا يا استاذ مجدي على الاتهامات اللي انت اتهمتني بيها. انا ما اشتغلتش في موقع الكتيبه الطبيه خالص، وتاكد من مصادرك كويس. وانا مش نيفين جرجس المقصوده، في واحده اسمها نيفين جرجس بتشتغل في قناه الطريق، واسالها هي بقى تشتغل هناك ولا لا، لكن مش انا. تشابه اسماء، تشابه اسماء، مش انا خالص. دي حاجه، وانت جبت اسم رباعي يعني مش انا خالص يعني. طيب ولو هتتكلم تاني هرد عليك تاني، انا فاضيه بقى، انا واحده فاضيه. مش عليا عفريت وانت هتطلعه لي؟ ما طلعش لسه العفريت، صدقني عفريت لسه عليا. العفريت هيكون عليا لحد اما انت تسكت، هيطلع عليك. يا استاذ مجدي، يا استاذ مجدي، انا كنت يعني بحسب ان عندك فكر. انا شفتك واحد تاني امبارح خالص، انا ما اعرفكش بصراحه، انا اول مره اسمع اسمعك يعني، اول مره اسمعك بقى انت مين بتقول ايه. انا لقيتك مفيش ابيض، وجايب كلمه من الشرق على كلمه من الغرب، على ومتوتر وماسك الكتاب المقدس وتقول شويه ايات على شويه شتيمه 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 10 شتايم ورا بعض، وبعدين يعمل ايات من الكتاب المقدس، وبعدين يجيب اخبار متوتر جدا ومش عارف يجيب ايه من هنا ويجيب ايه من هنا. واستني عليا، استني انا لازم اتكلم الاول. استني عليا، انت داخل خناقه.
حضرتك انت مش داخل خناقه، احنا مش بنتخانق، احنا مش في حرب مين اللي يكسب، احنا مش في خناقه يا استاذ مجدي ولا في احنا في حرب. يعني انا هكتفي بهذا القدر، وعيب انك تقول ان عليا عفريت، عيب، دي اهانه ليك انت، انت اسأت لنفسك قبل ما تسيء ليا، انت اسأت لشخصك انت. كلامك امبارح ده اساءة لنفسك، انت وقعت امبارح في نظر الناس. اللي انت عملته امبارح ده اساءة ليك انت مش ليا انا. انت متخيل انك اسأتني؟ لا ده انت ظهرت على حقيقتك للناس. هو انت متخيل انك اسأت ليا؟ انا قلت لك ربنا يسامحك، ربنا بقى اللي هياخد لي حقي. لكن انت متخيل انك اسأت ليا؟ ده انت اسأت لنفسك. لما بتكون بهذه الاخلاق انت اللي اسأت نفسك مش ليا انا، اسأت لاسمك كمان، ده انت لو عندك اسم انت واحد هربان كمان، انت اللي قلت، انت بتسيء ليا انا، انت بتسيء لنفسك. فتريث كده وخلي عندك حكمه وعقل، ربنا يديك حكمه، انا بصلي لك ربنا يديك حكمه وعقل. انا كنت يعني انا قلت فيه ايه امبارح؟ انا قلت الراجل هيحصل له حاجه، مفيش حاجه تستدعي يا استاذ مجدي، انت كنت منفعل جدا، وشك بقى احمر، وسيبيني اتكلم زي ما تكون بيشمر كده وهيدخل خناقه، عارفين داخل خناقه؟ انت كنت عامل كده امبارح، مفيش حاجه تستاهل. انا قلت الراجل ممكن يحصل له حاجه، يا استاذ مجدي اتكلم بالمنطق، قول انا زعلت منك عشان قلتي كذا وكذا، انا هرد عليك بكذا وكذا، بس خلاص الموضوع خلص، من غير ولا شتيمه ولا اهانه ولا سخريه ولا تنمر ولا 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 تجيب كلمه من الشرق ولا كلمه من الغرب عشان تثبت لنفسك انك صح وانك مع الكنيسه. مع الكنيسه فين يا فندم؟ فين يا فندم؟ ده انت كل افكارك بروتستانتيه، ما انت اتكشفت اهو، وانا لو قلت ده انت بصوت والصوره يا فندم، ده انت بتقول الكنيسه القبطيه دي خيانه، خاينه، الكنيسه القبطيه دي خاينه، الكنيسه القبطيه دي خاينه، دي لوحديها كارثه. واتهمت بقى الحاجات دي، مش هقول بقى الوعد دي. اشوفكم على الف خير، قولوا لي في التعليقات يا جماعه ايه رايكم في اللي انت سمعته ده. يعني انا عن نفسي انا محترمه سنك، وانا عن نفسي بنت ناس عشان بس متربيه، لو كنت واحد تاني شخص تاني استحاله كنت اسيبك، كنت اعرفك مقامك، لكن انت في سن والدي، مع ان بابا عمره ما شتمني بالطريقه دي ولا قال لي صرصوره ولا بلعات ولا عليك عفريت ولا الكلام اللي انت حضرتك قلته ده، ولا اي حد سمح لنفسه ان هو يقول لي حاجه زي كده، الا انا بس محترماك عشان انت في سن والدي، عشان انا عندي اخلاق مسيحيه بقول لك ربنا يسامحك. انت سقطت نفسك بنفسك امبارح، وكفايه عليك كده، كفايه عليك كده. يلا اشوفكم على الف خير، تحياتي، اشوفكم في حاجه جديده، وقولوا لي في التعليقات بقى بس هو بيزعل قوي. بعد اللي انتوا سمعتوه ده ايه رايكم في الناس دي؟ يا جماعه ما تخلوش حد يضللكم، يا جماعه ما تخلوش حد يضحك عليكم. الراجل بيدس السم في العسل، مجدي تدرس بيعمل نفسه ان هو بطل من بره مصر هربان، عامل نفسه انه مناضل، مناضل وبطل، وهو اللي بيرجع البنات، ولا هو عامل نفسه بيكتب مقال وبيعمل، وانا اللي برجع وانا اللي بعمل وانا اللي بتصل وانا اللي مش عارف. كل ده سبوبه عشان يشغل بس الحلقات بتاعته، وموضوع المتنصرين والشغل اللي بيعمله بره مصر، كل الحاجات دي سبوبه كبيره جدا. فهو كان طالع بقى عشان كان بقى بيهدد، يعني متهدد، حاسس ان هو متهدد بقى. يا استاذ مجدي اتكلم زي ما انت عايز، انا مش يعني اتكلم زي ما انت عايز من الصبح، لكن بأدب، واجه الفكر بالفكر، اتعلم كده، ولما تعمل معلومه او تقول معلومه للناس اتحقق منها الاول، اتحقق منها الاول. يلا اشوفكم على الف خير، كفايه كده عشان الساعه كام دلوقتي؟ 10:30، ده كتير برضه. يلا سلام.